الرسالة الخامسة لجميع أنواع البشر صدر بتاريخ الأول من سبتمبر 2004 لتقويم الأثيوبيين أو تم إصداره في الثاني من أكتوبر 2011 لتقويم الأوروبي بسميب ويميلد ويمنفيس كيديوز أحد أملكم في تعزية الأمهرية تعالى لله تعالى الثعبان وهكذا لأنك تتحدث بهذه الطريقة هذه هي كلمات لرب أله المضيفين اجعل كلامي نارا في فم طوان يجب حرق شص هذا الشعب مثل أجمع أرميا 5:14 جميع الرسائل المرسلة إليك بواسطة عبد لرب هي حرائق تستهلكك وكذلك في طريقك لا مسحك كما هو مضح في هذه الرسالة الخامسة ونتيجة لناطق رسمي إلى لله عز وجل قلت لجميع البشر كمامرني والبي لا أقول لا أقل ولا أكثر لذلك يجب أن تعرف من جميع الرسائل لن يبقى شيء إلا تراجع مرة أخرى للمرة الخامسة أيها البشر تستمع أفتح إذنيك وعينيك أجعل عقلك يبرر ويفكر فيه بعمق لمصيرك القادم تذكر أكثر لدمار والكوارث غير المنظورة قادمان لمحوك من على وجه الأرض مرة وإلى الأبد لأن حياتك الغيب وسجلت أبدا الجرائم والخطايا إن أخطر الناس في مواجهة واحد منكم ليس لدي أي صلاحية ذاو صحيحة أي إسبيح شيء ولكن في نظر لله عز وجل العكسه الصحيح أنا ابنه خادمها الموثوق به كما تحسبني مزبلة ولا تستحق يؤد أي كي ينقض أي شيء واحد وسماح لها إن تكون كما كنت وصفت لي أنا أقول لك مرة أخرى ويقول كل ما كنت ترغب في ساذ ودعونا ختمه ناقبل أن انتقل زليانت انتبوبت ذلرسلب الخامسة دعنان خبرك بشيء آخر تعلق بعيد ظهور هذه الرسالة وتوزيعها عندما يأتي الجحيم ويستهلكك تذكر ما قالته جميع الرسائل بما في ذلك هذه الرسالة الخامسة أنا متأكد من أنك سوف تستجدين لرحمة وتركع أيضا أمام هذل رجل لنفسي أو خادم القمامة في هذل تقاطع التاريخي استعد لإعطاء الجواب عندما تواجه لنهاية لنهائية لظاهرة الجحيم التي ستظهر عليك إن تعرف مجموعة كاملة شديد لتدمير الكامل والذي كنت تسير على الوجه أنا فقط وضعت فوق كلمات عامة في هذا الصفحة الأولى دعنا نذهب إلى النقطة الرئيسية لهذا التدليك الخامس ما لجديد في الرسالة الخامسة هذه الرسالة الخامسة لم تحل محل الرسائل الثلاث السابقة التي كانت لديك ولكن لا تذكرك بما فعلوه وما يفعلونه الآن وأيضا ما الذي ستفعله طاحنة المرحلة الثانية وعملية التقطير القادمة كلام لله عز وجل بعد هذا البيان سيخبرك بالجحيم القادم بالتأكيد سيأتون ولن يتم تجنبهم أبدا بأي وسيلة وطرق لذلك أقرأها في عقل عميق القلق يا رب أله لانتقام أله لانتقام أظهر لنفسك قم يا قاضي الأرب مع عقبة المتكبر كما يستحقون ألا متى يأتي الشرير يا رب إلى متى يبتلع الشرير الفاعلون الشريرون ممتلئون بالنفاس وتفاخر ولا تبجح ضربك شعبك يا رب واقمع أمتك المختارة منهم يقتلون الأرملة والغريب والقيام اليتيم حتى الموت يقولون ألا رب لا يرى عقب المتكبر كما يستحقون أله يعقوب لا يهتم دفع أنفسكم حذرهم معظم بهيم من الناس أيها الحمقى متى تكونون حك يمين لأنه مطل الأذن لا يسمع أنه مصب وبالعين لا ترى ليس من يأمر الأمم يصحهم ومعلم البشرية له أن إهلام عرف الرب يعرف أفكار لرجل وهذا ما ليست سوى سحابة من الرياح مزمور 94:11 لأنهم قالوا سنغتنم لأنفسنا كل مراعي شعب لله نبعثرهم يا إلهيون مثل هذه المدينة مثل العصا قبل الريح مثل النار الهائجة عبر الغابة أو اللهب المشتعل عبر التلال
اصطادهم على رؤوسهم يا ربا حتى يعترفوا بعض ما اسمك ليحطمهم ويعيشوا في فزع دائم فليشعروا بخزيهم ويهلكوا فليعلموا أنك وحدك رب الله أكبر على كل الأرض مزمور 83:12-18 على الرغم من إنه ليس لديك الكتاب المقدس لصحيح والمسجل تماما إن في التدو الأرثوذكسية فقد أحيلك ألا الكتاب المكبس من يحضن الكنيسة الأرثوذكسية الكسفوبد متحفت بب أو باللغة الإنجليزية كتاب الحكمة 15:18-24:6-1 تجاهل قوانين سبحانه وتعالى والوقوف ضد إرادته وتمرد على جميع أوامره كلها مضت اليوم وكذلك إعمال الحضارة لا سيما أولئك من قادة العالم والمحافظين والاحتكارات البديلة وكذلك مرؤوسيهم جميعهم أعداء لله سبحانه وتعالى كلهم كأذبون وقحون أنانيون سودوميت قاسيون مجرمون قتلة عنصريون زنا وهم خطا غير مرئيين من جميع الأعمار أنت رموز خطيئة زمان أنت تسترشد لدك الشيطان بعيد ظهور الرسائل نصحك ولدك لشيطان أنك قررت ككيان واحد إن تقاوم وتتصدى القرار ألله تعالى لقد اتخذت أيضا قرارا بأزالة كل رموز وأوامر أوامر ألله عز وجل هل تستطيع فعلها في كل تاريخ البشرية لا سقط شمال شرق حاولت القيام بتلك حكست لك ألا شياطين وقتنا ولا مجرمي أنت تتجه نحو أكثر الأشياء غير المرئية اقتام أنت غبيه لتعتقد أن اليد القوية لله سبحانه وتعالى صدقا لا أحد يستطيع أن يقف ضد سوف تنهار وتكون لتاريخ لكنه هو الذي يخلق ويقضي على كل شيء بما في ذلك نحن البشر أنت لم تتوب أبدا ما زلت واقفا على إرادته من خلال القيام بذلك فإنك تصب البنزين على غضبه المتأجج بالفعل القيام بذلك أن تجعل كل شيء أسوى المرحلة الأولى من مطحنة الحريق وتقطير النار تطحنك بل فعل لكن قلبك الحجري لم ينحني أبدا لأنك متصلب للتوبة من خلال أخذون النصيحة التي أعطيت لك قبل عامين الآن أنت تتعقب الجحيم على عتبة دارك ملتي تنتظر ظهور هذه الرسالة الخامسة وتنقلك إلى منزلك لدائم الجحيم ما يسمى بالمسيحيين الكاثوليك الكاثوليك المتظاهرين الأرثوذكسية الاصطناعية الخ هم جميع زملاؤك المخدرين الذين يدعمون جميع الجرائم والخطايا التي تقوم بها الآن وأيضا هم أنفسهم يتفوقون عليك في جميع إعمال الذنوب عقاب المرحلة الأولى المستمر لم يجعلك راكعا أبدا بدلا من ذلك لا تزال على نفس المسار المكروه الذي جلب هذه الرسالة الخامسة إلى رأسك يمكنك الاعتماد من قبل نظام معلومات المنظمة دومون قوى التدمير وبكك يميلنك حكي العدد الكبير من تأي عبوة من الأسلحة وترسانات التي أودعتها في متجرك هي لدروع الخاصة بتلق اعتمدت في هذا الوقت على دعاية الحكام ولدماغ وجياولك نهليج بانت ذكرت لما اعتمدته على الأشياء لا يعفيك من اللدمار لم تأتي هذه الرسالة الخامسة لتخبرك بأشياء جديدة ولكن لتذكيرك بتلك الرسائل التي أصدرت قبل عامين قالوا لك كل شيء قرر لله عز وجل على الرغم من إهمالهم ورميهم يفعلون ما أمروا به لا يزالون يقومون بواجبهم وفقا لقرار لله سبحانه وتعالى لماذا جاءت هذه الرسالة الخامسة نعم من الصحيح أن تسأل والغرض من هذه الرسالة القادمة كما يلي عندما يسألون إلى أين يذهبون تقول لهم هذه هي كلمات لله أولئك الذين هم للموت يذهبون إلى موتهم وأولئك الذين سيف بحد لسيف أولئك الذين هم للمجاعة
وأولئك الذين يأسرون للأسر أربعة أنواع من الموت التي أرسمها لهم. يقول لربي: سيف لسيف للقتل، دموع الكلاب الطيور الجارحة من السماء، والوحوش من عرائسهم لؤكلها وتضميرها. أرميا 15:2-4. كما أخبرنا جميعا الرسائل السابقة الثلاثة في واحد يشهد العالم كله أن جميع القرارات تعمل كما أخبرتنا. الرسائل طاحونة الحريق الأولى وتقطير النار تعمل كما هو موضح في الرسائل السابقة. على الرغم من إن العقوبة مستمرة في التصرف، لم يتوب الجنس البشري أبدا، بل لا يزال يقف مع أتلاف عالها الشريرة ويدحت ويتندر على الرسائل وبصب فضاضته للتوبة. جاءت هذه الرسالة الخامسة لتخبره بما سيكون رد لله تعالى وانفسه، ولكن لأبناء لله تعالى جاءت الرسالة الخامسة التي جعلتهم يفهمون ما الذي حدث حتى الآن وماذا سيتم في المرحلة الثانية القادمة من مطحنة الحريق وتقطير النار. تذكر وكل رجال لله تعالى كلمات لله هذه التي أعطتها الوعد من خلال أنفاسه من خلال خادمه الموثوق به، لن يتم التراجع عن هاتلك الرسائل التي حصلت عليها قبل عامين، سيتم تنفيذها دون إسقاط كلمة واحدة منها. تذكر جميع الرسائل الثلاث السابقة وهذه الرسالة الخامسة ستستغني عن أي عائق لذلك. كل هؤلاء الرجال من عباد الله تعالى ولزملاء المخلصين، يجب أن تهدأ كل شكوكك معزرع عدوك في عقلك، وأن تظل يقظا وصادقا، وأن تثق بؤله كالحبيب القدير. أبانا، مخلصنا، خلقنا، إلينا، الذي نؤمن به، هو كل شيء نشيد ونشكر اسمه الثمين، الذي لا مثيل له. وأن كنت لا تؤمن به، وما زلت تقف ضده، على العكس نحن نؤمن به من قلبنا وعقلنا وروحنا، ما زلنا نقف باسمه وندينك أن تولى عالمك له الذي يقف ضده ورده. تذكر كلمة لله عز وجل تالية: بالإيمان نوح حذر الهين من المستقبل غير المرئي، وحذر جيدا وبنى فلكا الأنقاذ بيته من خلال أيمانه، وضع العالم بأسره في الخطأ، وقدم إدعاؤه بالبر الذي يأتي من الأيمان. عبران 11:7. هو أله كل شيء مخلوق حيث نرى ونلمس. خلق الملائكة شمايكل سانت ببريل أور دبليو إف أكل فانويل يوريال رادويل سانت ستويل أفنينيل سدكيال إسرائيل سلاتيل رمويلز. نحفي كل مكان نراه وفي كل مكان لا نراه فيه على الأطلاق، لذلك نقول لها أنها أفضل دفع ثمن لا يمكن تصوره. لذن وابن جعلنا أبناء أعطى حبه الذي لا مثيل له، إنه حرنا من أغلال شيطان عضونا، واليوم وضع أبناؤه الموثوقين في يد والدته، وكذلك أمنني العذراء مريم لعصور المباركة التي استاتي نحن بعنوان مختارة، وختم ليكون في مؤمن من كل الجحيم المقبل بافعالك ومواقفك الشيطانية التي لا تنتهي، فقدت كل وعوده، وبدلا من ذلك حصلت، وسوف يكون له يديه ثقيلة يعاقب غير مرئيك. ما تقول لرسائل الثلاث الكاملة؟ كما قرنا وفهمنا من الرسائل السابقة، يتم تصنيف كل من الدمار والكارثة التي نشهدها ونراها على أنها أو الطاحون وتقطير نار، إن يطحنوا وبستلز لنا اليوم الاقتصادي والمالي والبنوك وتأمين وتبادل الأوراق المالية والاستيراد وتصدير وما إلى ذلك. الأزمة التي تهز العالم والعجز والتضخم والديون، الأزمة والرتوب، أزمة الطاقة، البطالة والأزمة السياسية والاجتماع، الأزمة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، البراكين، الأعاصير، العواصف، الانهيارات الأرضية، الفيضانات، التسونامي، كاتريناس، حرائق الغابات، الحرارة وغيرها الكثير، متدربين سوسيل بالأزمة.
المالية للصراعات الدينية، شرك نفط الجنوب للاضطرابات الاتحاد العالمي للتعليم والحكومات المارقة، أوامر الفساد، غير قابلة لتطبيق آل شيطان جعل الديمقراطية، عصيان للناس يفقدون الثقة في أي شكل من أشكال الحكومات. هذه الأزمة التي لم يسبق لها مثيل هي أعراض المرحلة الأولى من تواحين النار وتقطير النار التي اجتاحت العالم كله، كما تقول الرسائل النصية السابقة الكاملة 1-2-3 في الصفحة 48 فقرات 5. دعنا نقتبس ما يلي، كما قيل في الرسالتين، ابتداء من 12 من ديسمبر 2000 على تقويم الأثيوبي، دخل العالم إلى المرحلة الأولى من طحن وتمشيط النار، مثل أي محرك، يبدأ محرك السيارة في تحريك السيارة، وتتحرك السيارة ببطء على أعلى سرعة الهواء طبق الشيء نفسه. على هذه الرسائل فمن الواضح والعمل بدا مع أعراض واضحة، وبالتالي فإن الأعراض مؤشرا على مجيء أعمق والتدمير الكامل على متن الاضطراب. وينظر على الاقتصاد الأزمة على ثقطاع لتمويل الكسكترون والتبيب ديسيسترز، والأزمة الاجتماعية جعلت الأزمة السياسية. كل هذه الحقائق واضحة، إن لديهما مستعدا للعمل الغيب لوفاء أمرنا له سبحانه وتعالى. كما فهمنا جميع الرسائل السابقة، اليوم العالم كله يشهد قوى غير مرئية من صدع ضمير جميعهم يتصرفون بطريقة منسقة. حتى الآن رأينا فعلا محدودا جدا لقوى لدمار الخاصة بها، من أنت تصدق أو لا تصدق في مخزن ألله عز وجل يتم تخزين أنواع متعددة من القوى المدمرة أو غير المعدودة لغرض معاقبة أولئك الذين لا يطيعون قوانين ألله سبحانه وتعالى، وأيضا نفسنا البركات التي لا تخضع للمساءلة والتي يتم تخزينها. هم مقدرون أيضا أن يباركوا أولئك الذين جعلوا أنفسهم يعيشون تحت قوانين ألله سبحانه وتعالى. لذلك كما نشهد اليوم وقف العالم كله ضد أرادة ألله تعالى جميع أنواع الإنسانه ليرز سدوم الزنا قاسية القتلة الجشع، وليس العخاصة كفي أي ثقة خاصة، وقاد ولدينية الإسادة الغيبة المجرمين العنصرين الاختلف والمفسدين الملحدين الذين ينكرون وديسكريبت، وقول لله عز وجل يعتمدون على المعرفة والحكمة التي أعطاهم إياهم الشيطان، وبناء على هذه الطريقة الضائعة يقتلون ويطاردون ويحتجزون ويعذبون رجال لله عز وجل بسبب هذه الأعمال من الخطايا. الخطايا الخفية. جاءت هذه الرسالة الخامسة لتقول للعالم كله ماذا سيكون رد لله تعالى بجانب المرحلة الأولى من العقوبة التي نراها حتى الآن. ماذا تقول كلام لله تعالى لمن لا يزال يقفون ضد غضبه؟ لأننا نرى عقابا الهيا مكشوفا من السماء ويسقط على كل الها أقل شرا من البشر في شرهم يخنقون الحقيقة، لأن كل ما قد يعرفه لله من قبل الإنسان يكمن أمام أعينهم، فللها نفسه قد كشفها لهم سماته غير المرئية أي قوته وألهها الأبديين كانت مرئية منذ أن انبدن العالم في عين العقل في الأشياء التي صنعها. هناك دفاع بالتالي لا يمكن سلوكهم بمعرفة لله، رفضوا تكريمه كأله أو تقديم الشكر له، ومن هنا انتهى كل تفكيرهم بلا جدوى وأنغمست عقولهم الضال في الظلام وتباهذ من حكمتهم. لكن ها جعلت الحمقى أنفسهم تبادل روعة من الله الخالد لصورة على شكل إنسان بشري، احتال سور مثل الطيور والحيوانات وزحافات. لهذا السبب فقد أعطاهم لله شفق رغباتهم وما يترتب على ذلك من تدهور لأجسادهم، لأنهم قدوا الإله الحقيقي لا له زائف، وقدموا تقديسا وعبادة لخلق أشياء بدلا من الخالق المبارك حواس والرجال
ونتيجة لذلك أقول إنني لله أعطاهم العواطف المخزية بادلت نساءهم الجماع لطبيعي غير طبيعي ورجالهم بدورهم تخلوا عن العلاقات لطبيعية مع النساء وحرقوا بشهوة بعضهم البعض يتصرف لا ذكور بشكل غير لائق مع لا ذكور ويدفعون لأشخاصهم أجور لانحراف المناسبة وهكذا لأنهم لم يروا الاعتراف بالله فقد تخلى عنهم لسببهم الفاسب ذا يقودهم إلى كسر جميع قواعد السلوك أنها مليئة بكل أنواع لظلم وشر والجوش ولبغض أنهم كتلة واحدة من الحسد والقتل والتنافس والغدر ولسخاءهم سات وفديح دعاة يكرهون لله وقح ومتغطرس متباه يخترعون أنواعا جديدة من الآذى لا يظهرون الولاء للوالدين لا ضمير ولا أمانة لكلمتهم لضيقة هم بلا عاطفة طبيعية وبدون شفقة أنهم يعلمون جيدا مرسوم لله العادل وأنا وأك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يستحقون الموت ومع ذلك يفعلون ذلك ليس للك فإنهم في الواقع يصفقون لمثل هذه المارسات رومية 1:18-32 أيها البشر كما ترون الآن كل شيء مظلم قال لك الكثير من إخدام لرب كل ما كان من شأنه إن يخلصك سمعتهم أهملتهم ولقيتهم لذلك ما هو أفضل لا شيء يمكن أن يخلصك كما قال دينون وقرارات لله تعالى أنت ذاهب إلى مثلك الأخير الذي هو الجحيم هذا الفحص الخامس للإرسال واسع ويحتاج لنظرة عقلانية لوريون ويحتاج أيضا إلى الصبر والأخلاص المتفاني جاءت هذه الرسالة فقط في الوقت المحتاج كما قال لرسائل لنصية الكاملة 1:2-3 أنظر في الرسالة 3:49 الفقرة 1:2-3:4-5 كما تقول كلمات لله من خلال تقديم مثل هذه النصيحة للأخوة سوف تثبت خادما جيدا للمسيح يسوع ولدت في مبادئ إيمان وتعليمات السليمة التي أتبعتها لا علاقة لها بتلك الأساطير الملهية التي تناسب فقط للنساء المسنات حافظ على نفسك في التدريب لممارسة الدين تدريب الجسم لا يحقق فوائد محدودة ولكن فوائد الدين هم دون الحد لأنه يحمل وعدا ليس فقط من أجل هذه الحياة ولكن لحياة قادمة وهنا الكلمات التي قد لا ثقة والكلمات التي تستحق القبول الكامل مع هذا أقبل ابن نحن العمل والنضال لأن وضعنا أملنا في لله الحي الذي هو مخلص جميع الناس المنقذ قبل كل شيء المؤمنين كما تقرؤون كلمة لله سبحانه وتعالى تخبرنا هذه الرسالة الخامسة إنه نحن خدام لله تعالى يجب أن نكون حازمين في كل واجب نقوم به تذكر أن الراعي يتحمل الكثير من العبء يجب أن نكون جريئين وقويين بما يكفي لنحافظ على خرافه خاصة في وقت الاختبار هذا من أي نوع من الشرور بما أن العالم كله مليء بالنمل الأبيض والثعابين والذئاب الخطرة مثل الكاثوليك والبروتستانت في بلادنا التي تسمى اتحاد سوالبيد من أنواع حامل اسم المسيحية المقنعة في الواقع عدو الإيمان الككتادو لتلك كل رجال لله القدير يثقون فيا الأبناء كنوا مستعدا وحافظ على كل ما حصلت عليه من ولدك الحبيب وقاوم جميع أغلال الأعداء وأفعالنا لشرور لقد شرحت لفترة وجيزة هذه الرسالة لدمجنا الغرض في المقدمة أعلاه التي قرأتها دعنا الآن ننتقل إلى النقاط الرئيسية لهذه الرسالة محتويات 1 كيف رأى العالم كله والأثيوبيون الرسائل الثلاث السابقة 1-2
ثلاثة علامة استفهام وايضا أرسلت رسالة إلى الرابع الأثيوبيين اثنان بعدو ظهور الرسائل ماذا حدث للإعلان للعالم كله وما هو حدث ألا كاملا العالم اليوم مع تحجين الرسائل في أي درجة من العمل عقاب اليوم يمر ثلاثة وبجانب كل هذه عقاب لله تعالى ماذا سيأتي أربعة كيف أنا لدول القوية قبلة العالم وشهدة ألا ثلاثة السابقة الرسائل وماذا سوف يكون مصيرهم في الحالات القادمة خمسة كيف رأت المجالات اللادينية في العالم تلك الرسائل الثلاث السابقة وماذا سيكون مصيرهما القادم في طاحونة المرحلة الثانية وتمشيط النار ستة في هذا الوقت التاريخي من وقت الحكم جميع قادة السادة السياسيين والدينيين والعسكريين والأمنيين في العالم وجميع أصحاب خط الحياة الاقتصادية الاحتكاريين الصناعيين الملك صناع وكذلك بدلاؤهم ماذا سيكون مصيرهم قبل عشره القادمة المرحلة الثانية من النار مطاحنة وتمشيط وطحن النار سبعة ماذا تعني عن إدمان قوي الطاحونة الحريق لولا وماذا طر نفسه المرحلة الثانية من مصنع النار ونار تمشيط وطحن المتوسط وأيضا ما هو الفرق بين الأولى والمرحلة الثانية من العمل ثمانية إثيوبيا بلدنا في طاحونة الحريق الأولى وماذا سيكون مصيرها في طاحونة الحريق المرحلة الثانية وأيضا ماذا سيكون مصير ما يسمى بالقادة والسياسيين والقادة الدينيين ومرتديهم تسعة أوروبا أبناء على الرسائل الثلاث حتى الآن ماذا أحدث الهوافيال من رحلة الثانية من سلاسل التفاعلات القادمة لأغراقها ماذا سيكون مصيرها في مطحنة الحريق القادمة كيف تبدو قوتها عشرة أمريكا الشمالية بناء على الرسائل الثلاث ما الذي حدث حتى الآن وما يحدث أيضا في المرحلة الثانية من طاحونة الحريق وكم بندلرك في بضو وما مصيرها في هذه المرحلة الثانية من العقاب 11 آسيا بناء على الرسائل الثلاث 1.23 السابقة ماذا حدث وما زال يحدث في المرحلة الثانية من طاحونة الحريق وتمشيط النار كيف ستبدو في المرحلة الثانية من العقاب ماذا سيكون مصير آسيا 12 أستراليا في سياق الرسائل الثلاث السابقة في قبعة قبحث وفي المرحلة الثانية من مطحنة الحريق وتمشيط النار وطحنها ماذا سيكون مصيرها 13 أمريكا الجنوبية في ثلاثة الرسائل السابقة ماذا حدث وفي المرحلة الثانية من طاحونة الحريق وتمشيط النار وطحنها ماذا سيكون مصيرها في المستقبل 14 إفريقيا في سياق الرسائل الثلاث السابقة ماذا حدث لها وفي المرحلة الثانية القادمة من مطحنة الحريق وتمشيط النار وطحنها ماذا سيكون مصيرها 15 الدول الاسكندنافية في ويل رسائل الثلاث السابقة ماذا حدث لهم وماذا سوف يكون مصيره في الفترة القادمة المرحلة الثانية طاحونة النار ونار تمشيط 16 تلك الدول حياز أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية ونيوترونية وأسلحة لدمار الشامل ماذا حدث لهم بناء على الرسائل الثلاث السابقة وماذا سوف يكون مصيره في المرحلة الثانية القادمة من مطحنة النار وتمشيط النار 17 ما هي عقوبة الجريمة التي ترتكب بحق رجال الله وخدام وعبيد الله تعالى 18 لدين ايمان لسفينة سفينة نوح 19 نصيحة صغيرة عن عبيد الله تعالى 20 ايكيو ورر العقوبة عن الجريمة التي ارتكبت بحق كل توزيع الرسائل 21 ماذا تعني ألف سنة وماذا تخبرنا 22 ملخص 1 كيف رأى العالم كله والأثيوبيون كله لسابق رسائل 1.2 3.4
يقول الأحمق في قلبه: لا إله، كم هو حقير للرجال، كم هو فأسد وبغيب، لا أحد يفعل أي شيء جيد. الرب ينظر من السماء إلى البشرية جمعاء، ليرى أي فعل بحكمة إن وجد يطلب لله، ولكن كلهم خائنون وكلهم فاسدون إلى القلب، لا أحد يفعل أي شيء جيد، لا ولا حتى رحب. أفلا يسف جميع لشرورنا الذين يأكلون شعبي كما يأكل لناس الخبز ولا يدعون لرب أبدا. كان وهناك في حالة إنذار شديد لان لله كأن في أخوية المزمور 14:1-5: ولكم من أهمل لله عز وجلال نصيحة والقرار، وما زال يقف ضده استمع فتح إذنيك وعينيك. في 7 مارس 1998 ميلاد لتقويم الأثيوبي، كنت إن خادم وعبد لله تعالى قد أصدرت لرسالة الأولى كما أمرت بذلك كتب تهذه المسيا الأولى بيدي، وأرسلتها بالبريدال الدول القوية المعروفة من خلال سفارتهم التي يبلغ عددها 17، مثل القوى العظمى الخمس: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين، هي المستقبلات الأمامية. بعد الرسالة الأولى، بعد ذلك بعامين، في التقويم الأثيوبي بتاريخ 27 سبتمبر 2000، ظهرت الرسالة الثانية مكتوبة على الكمبيوتر بطباعة كلتا الرسالتين. كل العالم ما هو قابم بصبح يومن كينبز المبقات الخطيئة السورة ولماذا في لنظرات العقاب مثل وماذا لله سبحانه وتعالى قد قر تم إخبارني الجميع وإعطائهم لوسائط الإعلام المعروفة في العالم والقادة العديد من البلدان وكذلك لجميع المجالات الدينية المعروفة. مع كل هذه الجهود لم تعط جميع الأنواع البشرية أبدا القليل من القيمة لجميع الرسائل. لا أحد شرح عن الخطر ولا ثانية أيضا حول الرسائل لتلك ببساطة الذين حصلوا على الرسائل ضحك النكات منه وكان يلقى بها من إلى لسلة. مع كل هذا تتفاعل الأنواع البشرية الجريئة أتخذ الرب قراره النهائي لتنفيذ أو تنفيذ القرارين بطريقة منظمة. بعد ظهور الرسائل الثالثة تضع كل 3 رسائل في شكل كتيب واحد وتوزيعها مرة أخرى إلى وصول جميع الدول قادرة ووسائط الإعلام ألام المثب فيرسيتيز والأفراد. على الرغم من أنني قد فعلت كل هذا، لا أحد حتى واحد جعل الرسائل واضحة الجماهير الدول المتاحة لمنه ما بقى سيلاء الأنف ولا حنجر الماذا أنها واضحة وضوح الشمس أن كل واحد من زملاؤنا في الوقت الحاضر رجالنا لدين المتدينين المحتكرون كل قوة الجشع ثروات الثروة وخوادم الأفعالنا الشريرة والمعتنقون لا يرونها أبدا على أنها تستحق سنة واحدا. على الرغم من ذلك فقد تجاهل الرسائل جميع الرسائل تقوم بواجبها كما هو مكتوب في جميع الرسائل. بما أننا جميعا نشهد المرحلة الأولى من العقوبة يفعل ما يأمر به في جميع مجالات الحياة البشرية، تعمل كل عقوبة كما أمرت مثل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتبيعية والعسكرية الإقليمية، ينظر إليها على أنها إجراء روتيني يومي في جميع الدول المتقدمة. الأزمة المالية والعجز والركود والتضخم وانهيار البورصة وأزمة البنوك وتأمين وأزمة تصدير الواردات والأزمة الصناعية والبطالة ونقل الجوي والبر المليئة بالخطر والأزمة النووية، وكلها من صنع الإنسان فشلت الجهود وتبخرت في الكوارث الطبيعية كل العواصف الأعاصير التي تسونامي زلازل الأرض المميتة الأعاصير الانهيارات الأرضية الفيضانات موجة الحر الشديدة تتويج الجليد المجاعة والجفاف الجوع ندرة الغذاء
والعديد من الأزمات الأخرى تجعل الحياة خطرة، من حيث الأزمة السياسية، ونحن جميعا نرى ذلك كل يوم، العنصرية والصراعات الدينية والعرقية على الصراعات، والحكومات المركبسنز، كل زعماء العالم، يكره في النصص، لا توجد حكومة مستقرة، ما يسمى الديمقراطية، صنعه الشيطان، لا يوجد حل، في كل يوم قادم، كل هؤلاء يذهبون إلى ظلمة الغيبة. لوصف كل الأزمات المستمرة، لا يمكن لهذه الصفحة تحملها، كل هذا الدمار جاء بعد ظهور الرسالة الأولى للجمهور من ذلك الوقت فصاعدا، ما زالت الخراب أعمق مما يتصور الإنسان، على الرغم من حدوث كل هذا، لم يلاحظ أحد ذلك، تم التقاطه بواسطة آلات لدعاية من جميع العوالم المثبتة على الشيطان. كل البشر لا يزالون يأملون في شيء وحل من حكمه المرقى، لا واحد من البشر عازم وسعى لإيجاد حل من خالقه لله سبحانه وتعالى. بدلا من ذلك، ما زلت أتابع موقفه الشيطان، تذكر أنكار قوانين لله سبحانه وتعالى سيؤدي إلى الموت ودفع الثمن بموجب قانون لله. اثنان، بعد ظهور الرسائل، ما فأنا العالم التكبد في أي حال يفعل العالم لاننا على الرسائل في أي درجة العقوبة الجارية بعد ظهور الرسائل، كما قيل من قبل الرسائل كلها، كل شيء يسير بطريقة منظمة دون عجلة وكل شيء واضح لجميع الأنواع البشرية، وهو ما يحدث مع عوائق من أي شخص يخدم العالم الآن عقوتها في المرحلة الأولى، في مجالات الحياة البشرية كما نسمع، في كل ساعة، كالت دمير، في كل وجهة من حياتنا مثل جميع أوجه الأزمة الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، والأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية، والجوع، والمجاعة، والفيضانات، والأعاصير، والزلازل، والعواصف، والتسونامي، والأزمة النووية، والعديد من الأزمات لا يمكن حصرها، كلهم يفعلون كما أمرهم لله العظيم. جميع الكوارث التي نراها اليوم تسمى بالسلسلة الأولى أو مرحلة العقاب، التي لا تزال تمر، ولن تتوقف، إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. تذكر أن هذه الرسالة جاءت بشكل رئيسي لرجال الأعلامهم وتقويتهم وقيادتهم على الطريق الصحيح، وأيضا، لأولئك رجال الله تعالى ضعفتهم الهجمات المتعددة من الأشرار، بالنسبة لي وكسر قلبهم وعقولهم. بالإضافة إلى كل هذه، لا أبلغم بأن يوم الفرح، على مسافة وشيكة، من ناحية أخرى، بالنسبة لجميع أولئك الذين أدينوا واتباع الشرع، يجب عليهم أيضا أن يعرفوا ما تعنيه العدالة ولجعلهم يعرفون أن العدالة ستتحقق عليهم قريبا. فيك الوعود الذي يحافظ على الأيمان ويثبت ظهوره المنحنى الذي لا يتغير في جميع أعماله. الرب يحمل أولئك الذين مزمور 145:14-3 بجانب كل هذه عقاب لله تعالى، ماذا سيأتي كل من شهده؟ التدمير، الكارثة، الأزمات، الارتباك، الحزن، الرجولية، الفوضى في كل شيء، لا يوجد ضمان لليوم القادم للعيش أو البقاء، المستقبل أنت القاتمة، الحياة اليومية غير المضمونة، عهد القادة المشوشين، الأناني، المارقة، الجشع، القاسي، في كل أجزاء العالم، أجيال ضائعة تماما، في نظر إيمان حقيقي، جميع أمم العالم ما عدا قلة قليلة تغرق في جحيم النار التي تجتاح كل وجوه الأرض. على الرغم من أن جميع الاضطرابات التي يتحدث الآن مصنفة في المرحلة الأولى من مطحنة الحريق وطحن الحريق، ماذا ستكون المرحلة التالية وماذا ستجلب لنا لو قمنا بعمل جيد؟ كنا نتوقع مستقبل جيد ومشرق من الله عز وجل، ولكن ليس لدينا القليل من الأشياء الجيدة التي يمكن أن تزن في وجه الله تعالى.
ولكن على النقيض من ذلك، نحن جميعا نقف ضد أوامر الرب وسيؤمرون بسبب هذه الحقائق المحنة التي تأخذنا عند ألف حس لمن الشعر قتبى الخوف من الجحيم القادم غير المرعب لنحن حاول أن نحارب يدين لله تعالى بالاعتماد على معرفتنا وثرونا تفاخرنا كما لو كنا نعالج جميعا أشكال الدمار التي تستهلكنا ببطء النصيحة التوجيه الذي تحصل عليه من الشيطان الشرير لم يخلصك أبدا كل جهوك ستكون حلولا تذهب مثل الريح هذا كل الأشياء كما رأينا ماذا سيكون التالي ماذا سيكون رد الله تعالى إلى غضبه المتأجج بالفعل من خلال مقاومة أحكامه نسك بالبنزين على غضبه لذلك الآن مليء بالنيران المشتعل بسبب هذه الحقائق كل التدمير المستمر الكارثة التي تستمر حتى الآن ستم صعدت من قبل قوة من 49 إضعاف نشهده اليوم وأيضا القوات متعددة الغيب جديدة من الدمار هي على وشك أن إطلاق سراحهم أن قوة لتدمير هذه في مجال العمل غير محدودة ولا يمكن لأحد أن يتخيل قوتها للعمل التي ستأتي من يستطيع مواجهة الله تعالى لا أحد حتى تعرف هذه واركع تدفق المرحلة الثانية من مطحنة الحريق ولن يتوقف تقطير الحريق ولطحن ما سيبدو عليه الأمران كاستضعهم في قائمة الطلبات والألقاب في كل قارع لأحد قول ربنا سبحانه وتعالى يقول على النحو التالي بينما هم يسافرون في دوراتهم لا توجد أيام معينة بالنسبة ليمن خلال توجيهها للمثول أمام لله ليحكم عليه للقيام بمحاولاته فهو لا يحمل أي استفسار ولكنه يكسر الأقوياء في جميع أنحاء العالم القابل لسكن ويقيم الآخرين في مكانهم المهمة 37 12 واصل 13 على جرائمهم يبطش بها عليهم ويجعلهم تقيء بها المتضخم الفروب بسطوكفح عن طاعته أيوب 34 23 واصل 27 في يد الله هي لنفوس من كل ما يعيش فيها الأرواح من الأنسان نوع الوظيفة 12 10 قبل الانتقال إلى العنوان التالي تذكر ذلك سيتم تحرير العالم من جميع الأفعال الشريرة التي لا تزال تمتلك كل البشرية أول من يتم تحريره وحكمه بإرادة الله ستكون إثيوبيا بعد ذلك كما ذكرت الرسائل السابقة ركع إلى عباد الله تعالى الذين سيحكمون في إثيوبيا حتى يتم ذلك لن يتم إيقاف نطاق الدمار والكارثة بالكامل 4 كيف للدول القوية في العالم قبلت وشهدت السابقة 1 2 3 رسائل ماذا ستكون مصير القادمة وفي المرحلة الثانية من العمل أقوى دول العالم هي اليوم أسياد البشر ونحن دائما نرى وشاهد أنها تفعل ما تريد أن تفعل أي شيء في أي مكان وفي كل وجوه الأرض منها هؤلاء القوات الممبدليوئيجئم على النحو التالي الولايات المتحدة الأمريكية بابل المملكة المتحدة فرنسا الصين روسيا ألمانيا كندا اليابان الهند البرازيل جنوب إفريقيا إسرائيل إيران كوريا الشمالية والجنوبية أستراليا هولندا إيطاليا دنمارك أسبانيا البرتغال المكسيك المملكة العربية السعودية ومصر وتايلاند والأرجنتين وماليزيا وإندونيسيا وأوكرانيا وبورما وكمبوديا وغرينلاند وأيرلندا وسويد والنرويج وفنلندا وتايوان سنوبرا وسنغافورة والباقيين العملاء المضحكين ودول الأخرى شاملة جميع الدول التيهي أعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا اللاتينية
وعضو حلف شمال الأطلسي، وجميعهم يخضعون لخدمة المرحلة الثانية القادمة من العقاب. تلك الدول العظمى هي عوامل مهيمنة لجميع أمور الحياة في عالمنا. كلي الأمام فيال أرد تسمع وتفعل وتطيع كل ما يطلب منهم القيام به من قبل هؤلاء الأساتذة البنيويلين، أو الشيطان يعيد الانتخاب بدون تردد. ولكن إذا كان الأمر هو لله عز وجل لا يجرأ أحد على طاعته. بهذه الأعمال استمر الإنسان آلاف السنين، على الرغم من أن لله تعالى هو صبور ويحب البشرية، فهذا لا يعني إنه ينتظرك دائما حتى تدمر العالم كله، وجعل جميع الأجناس البشرية عبدا من الشر. هذا هو لسبب رجاء له لاختيار زميله الحكم. كما نعلم جميعا، كل وقتنا، القوى العظمى هي خدام مخلصين تماما لشيطان سيد جميع الخطايا. اليوم كل شيء يتم القيام به وهندسته وتوجيهه في جميع أنحاء العالم من قبل هذه القوى العظمى. تبارك جميع الأفعال على أنها صحيحة وصحيحة. جامعة بي بي دبليوز بلتري سدوم والكاذب والقسوة نبعد على تمديد للإيمان بالله سبحانه وتعالى، وببل من جعله يعتقد في الأصنام، وجعل المال هو لله، والطاقة، الطمع، الأنانية، الظالمين، ألخ. بسبب كل هذه الشرور إعمال قرر لله عز وجل أصدر حكمه من خلال خادمه، وجعل أفعاله مرئية للبشرية جمعاء. كل الرسائل الثلاث السابقة 1، 2، 3 ورسالة الرابعة الستود المؤمن، واكسر هذه الخامسة رسالة تسير على الحكم لكم. على الرغم من أن جميع الرسائل الثلاث وصلت إليك القوى العظمى، لا يجرأ أحد على الاستماع وإطاع نفسة الحكم على لله تعالى، لكنك أهملت ضحكا على جميع الرسائل، ورأيت كل العقاب لم يجعلك تسمع بل تتجاهل قرار خالقك بسبسلابة الركوع. تصل هذه المرحلة الثانية من العلم المواجهتك أنها تنتظر هذه الرسالة تارك من عبد خادم لله سبحانه وتعالى. في المرحلة الثانية من العمل ستكون جميع الدول المتقدمة المذكورة أعلاه وأفرادها هما الضحايا. فيا المرحلة التالية من العمل لن يكون أي من الدول المسمات بما يسمى الدول المتقدمة رأسا من الجحيم القادم سيعرفون ما يعنيه لله سبحانه وتعالى، وسوف يتذكرون من خلال عملية موتهم وخطاياهم الخطيرة والمصير الأبدي الأخير لراحة الجحيم. هل تعرف كيف ستبدء المرحلة الثانية من العمل والقرار عليك من الله عز وجل؟ تذكر أولا الرسائل الثلاث السابقة، لذلك يجب أن تعرف أن هذه الرسالة الخامسة جاءت لتقويتها وتصعيد العقوبات. أنت تخدم بالفعل من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية بقوة وقوة أكبر من 49 مرة تعرفها من قبل، وأيضا هديفت عقابا جديدا من لله تعالى. ماذا تعني 49 مرة؟ وهذا يعني أن جميع أعمالنا لتدمير والكوارث سوف تتضاعف 49 مرة بالقوة المستمرة السابقة للتدمير والكارثة. مثال زلزال الأرض الذي اعتدنا عليه لا يزيد عن 12 درجة. على الرغم من أن هذا هو أعلى مستوى مسجل، إذا أخذنا واحد على الأقل بمقدار 3 إذا دربته في 7، لأن المضاعف الأولي سوف يتجاوز حتى 49 مرة. فقط كمثال لنا ضربها 3 × 7 ستكون 21، لذلك هذا هو الأقل. لذا يمكنك البقاء على قيد الحياة إلى هذا الحد الأدنى من الوقاحة. يجب عليك حساب ما تبقى من عقابا اليدين بالمثال المذكور أعلى هذه الجحيم القادمة. وقفت بالفعل على عتبة بابك، هل يمكنك مقاومتهم أو هل لديك القوة أو الحكمة أو أي قوة لتعامل معها؟ نحن سوف ترى ما يشتعل الجحيم عليك.
تذكر جميع الرسائل وصندوق الغبار عبد وعباد لله. تعال كنت دائما تضحك وتضحك على النكات وتحاول ان انطق معناه وتدمرني من قبل العملاء المضحكين. قائد مشاركتي لمدة لا تقل عن 6 سنوات، ثم ستعرف ما الجرائم الخطيرة التي لا تغتفر التي ارتكبتها بإصرار. كما تعلمون جميعا، أنتم تقضون المرحلة الأولى من العقاب على الرغم من أنك لم تؤمن كل ما تقول الرسالة، أنها بالفعل يبذلون لبكيف لذلك من الصعب التعامل معك لا تزال تكافح من أجل الوقوف. ألا المشاكل ودمار أستبعب لمن الخضوع للقرارات التي ما زلت تقف ضدها ضد أعمال لله ألمن الغطية من العقاب. لذا فإن المرحلة الثانية من العمل الشديدة التالية تخطو إلى بابك لمحوك من على وجه الأرض في كل الاقتصاد الركود والعجز والتضخم والأزمة المالية والابنك وأزمة التأمين وأزمة الديون وتذبذب العملات وفقدان الثقة والهبوط المستمر في البورصة وأزمة تصدير الواردات وأزمة الائتمان وأزمة الطاقة أزمة النقل والحد من إنتاج الغذاء والجوع والمجاعة والبطالة وجميع قطاعات الاقتصاد الأخرى التي تعاني من المرض والفاصلة. كل هذه المشاكل الحادة السائدة بالفعل سوف تتضاعف 49 مرة في سنتات في العمق والقوة للقضاء على جميع مقاومة البشر الجريئة. وقد اتخذ هذا القرار من قبل المويغط لله، وهنا أعلن أصدر من قبل خادمه لي ليتم تنفيذها في العمل بعد ترك هذه الرسالة كوخ بلبي وتوقعي على ذلك. سياسة الاضطرابات الاجتماعية وفقدان جميع المنظمات الدولية للمصداقية وادمج القادة الفاسدين والقادة الفاسدين ودول المارقة والاحتكاريين الجشعين وقلة احترام جميع القيم الإنسانية في كل مكان. الصراع العرقي والصراع الديني التي تغطيها الديمقراطية الكثير من أفعال الجرائم من قبل ما يسمى الأشخاص غير المسؤولين الذين ذكروا أنهم شخصية عالية القولون في المجالات السياسية والدينية والاقتصادية، كلهم من الواط الزنا الكذابين الرئيسيين الجزارين الفاسدين المجرمين العنصريين الجشعين القتلة من خلال أفعالهم جميع مجالات الحياة تجعل الجميع في عذاب. وبالتالي فإن هذه الذنوب الخطايا سيستمر جميع المشاركين وفناني الأداء والمصممين من الجرائم المذكورة أعلاه سوف تمحى من وجوه الأذن 20 تلك الذي حصل على ختم وختم لله سبحانه وتعالى. والدتنا عذراء سيكون فتزوجها من كل الجحيم القادم. امرني لله تعالى بهذا العمل وهنا بإعلانه وعبده عبده وهو إنا ووقعت عليه أيضا التبيعة الزلازل الأعاصير الأعاصير الكاثرين الأعاصير المميتة الفيضانات موجات الحر البرق الانهيارات الأرضية الثلج البرد الريح حرائق الغابات الفيروسات القاتلة وهكذا مائي أمراض مميتة غير معروفة لا يمكن مقاومتها. الجميع أمر بأن تكون أبعاده وعمقه وقوته أكبر 49 مرة. لا يمكن لأحد أن يقف ضد هذه القوى الطبيعية أينما ظهرت. لن يهرب الظالمين والخطا من أي بلد، وهذا ما قرره لله تعالى واصدره من عبده الموثوق به ووقع عليه. والأيدي العقابية الجديدة الوحوش البرية غير المرئية التي لها نصف مظاهر بشرية ونصف البرية استظهر البرق التي نتعامل معها بشكل واضح بدون قوة بدون وسيلة لا يمكن إيقافها أو مقاومتها. لذلك استسود أنواع كثيرة
من القوى المدمرت غير المرئية مع وجود قوة غير مرئية وغير مسجلة، وهذا يعني إن جميع إبعاد قوتها سيتم عمل عمق الإجراءات 49 مرة أكبر مما نعرفه بالفعل من قوتها، كما نعلم جميعا في الأوقات الممطرة أو مع المطر أو وقت الأعصار يظهر البرق، ولكن الآن في الأوقات الجافة المشمسة العارية سيحدث البرق بقوة 49 مرة، وهذا أمر يجب أن يتم بواسطة الله القدير. ومن هنا فصاعدا أصدر عبده والمضيف الموثوق به توقيعه وأعلن إنه سيتم القيام به على جميع البشر الذين لم يحصلوا على ختم الرب القدير وختم أمنا مريم العذراء، وأيضا سوف تضع توقع عليها في مكان إقامة لشخص المدرج التي ستكون لضمان لرجال لله، أما البقية فسيذهبون ببساطة إلى مكانهم الأخير في الجحيم. سيتم إيقاف جميع الصناعات وتلك المصانع والصناعات التحويلية المواجهة لإنتاج الدمار الشامل، مثل سيتم محو الفيروسات والبكتيريا النووية والكيميائية والبيولوجية والنيوترونية والقاتلة وغيرها من المواد التي تنتج مواد قاتلة أينما اختبى الأشرار. مهما كانت أنواع المخابئ أو الحصون التي بنوها للأيوائن لم تنقذ البشرية أبدا، لذلك ستحدث كل هذه القوى المدمرة بقوة 49 مرة وقوة وإبعاد أكبر في جميع وجوه الأرض من وقت ظهور هذه الرسالة في اليوم الأول، وسيتم ملء جميع المحيطات مع المد العالي للسرعة والأمواج، والهواء سوف تكون مليئة ألسنات وألغازات، ويتم ترتيب للقضاء على جميع أولئك الذين ليس لهم ختم لله سبحانه وتعالى وختم لدينا عذراء أم لزواج. اقرأ بعمق هذه الكلمات لله عز وجل من إزيكيل الفصل الكامل 26 والفصل 27 رؤيا 9:1-11. جميع البلدان المذكورة أعلاه وبقية حضن زعيمهما الصورة الكونغرس ومجلس الشيوخ الأعضاء الحادي وأكل أصحاب الأجهزة الهلدين يسمى الأرقام وجميع أصحاب جهازها المحتكرين والأمن والعسكرية ملامية ما يسمى العلماء واعتناق أملاح الإماهات الفموية والأطباء في أي مجال وكلنا الإعمار الفلاسفة والمأمنين في الأصنام والتنين ويتكرافتس وزتلكب وأيضا الذين يعتمدون على معرفتهم وكلها في يوم وأليلك دون تدمر الكسمين تحيدو الذين يعيشون في كل جزء من العالم سيتم محوم ويموتون معاناة لتسول للموت لأخذهم، ولكن لبعض الوقت سيعاني مع الغيب منال طحن لطحن للطيف، وهذا أمر من قبل الرب وهنا بتوقيع عبده. تذكر إن جميع الرب يثقون بالرجال في جميع وجوه العالم، والذين سيبقون على قيد الحياة والذين سيكونون فيأمان من الجحيم القادم، يجب أن يكون لديك موافقة من الله تعالى وختم من العذراء مريم. فيما وراء هذه ليست أكثر ولا أقل، لا على البريد يدافع عنك من الذهاب ألا الوجهة النهائية، عندما تخدم عقابك يمكنك محاولة الخروج، دع الخروج الوحيد الذي تركك هو إعطاء يديك وتخضع لجميع الأوامر، وأوامر عبيد الله القدير يقيمون في إثيوبيا حكما في جميع أنحاء العالم. كما ذكرت جميع الرسائل الثلاث السابقة، لن يتم ترك أي شيء دون حل، الله العظيم لا يسمع إلى لسعي وراء الرحمة لأولاده المختارين، حتى يكون لديك وقت للتنفس وللحصول على العدالة والعدالة. أيها المجرمين المحكوم عليهم بالمحو يجب أن يركعوا أمام أبناء الله الجبار وإخدامهم الذين سيذهبون في أي وقت قريب إلى مقعدهم في جميع المناصب الحاكمة في إثيوبيا.
عقاب المرحلة الثانية على قوتك العسكرية يكمن راكل القوة العسكرية اليوم كل ما نقوله هو لو لم يكن لقيمة لله سبحانه وتعالى كم مرة كنت ستقتل دول العالم وكم مرة كنت استدمر الارب ما زلت تقوم بإنتاج وتحديث وتحديث جميع أسلحة الدمار الشامل الخاصة بك وكذلك إنتاج أسلحة أكثر تعقيدا ألا إنهاي لا أحد يعرف حتى أنت نفسك لا تعرف لذلك بصير كل هذه الذنوب من الخطايا أمير للهال تالي هو الذي يقرر أميرني لوقت بأسال تالي التلبات سيتم مسح جميع أسلحة الدمار الشامل الخاصة بك مع كل ما يفترض أنها مستعدة لاستخدامها وطلبها أنظمة توجيه أسلحة الدمار الشامل أيا كأنوعها إذا ضغطت على الزناد لأي غرض من العمل فسيتم توجيهها إلى نفسك وأمت من دولتك وأيضا جميع أنظمتك المحوسبة سوف يتم تخبطها ولا يمكن تصحيحها بأي حال من الأحوال وأيضا فإنه سيتم التصرف خارجة عن إرادتك ونظام كشملك وأنها سوف تنهار أيضا بانخفاض لعب الأطفال للعب سيتم القضاء على جميع الطائرات الحربية الخاصة بك وجميع الأقمار الصناعية الخاصة بك للأسلحة والمسلحة بأنواع مختلفة من الترسانات وجميع السفن الحربية وناقلات والغواصات والفرقاطات والطرادات والمدمرات مهما كانت الفئات التي سيتم اقتلاعها بالكامل من قبل موجات المحيطات غير المرئية ووضعها تحت فقاع المحيطات جميع أنظمة التوجيه الخاصة بك لأي سلاح مسلح سيتم جعلها غير عاملة وسوء الأداء كلهم لديك دول من أحدث التقنيات التي كنت تعتمد كل منهم سوف يتم وكأنه رلقيت أوكن لطين جميع أجهزة الدولة ستصبح بطع رجاء أزمة الطاقة يعتمد العالم اليوم في استهلاكه للطاقة على النفط والغازات الطبيعية ومن المفاعلات النووية وسدود المياه ومحولات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيتم فحص كل هذه الطاقة في المرحلة الثانية القادمة الإجراءات العقابية جميع منتجي النفط والغاز الطبيعي والآبار التي تحفر فيها وتنقر من قشرة الأرض ومناء المحيطات كلها في جميع أنحاء العالم الشرق الأوسط اللاتينيين الروس جميع ولايات كازاك دول غرب إفريقيا بما في ذلك جميع منتجي النفط والغاز الصغار سيضربون جميعا بموجات المحيط الصاعقة المدمرة غير المرئية وستقضي عليهم جميع قوى التدمير ولا يوجد نفط ولا غاز لذلك سيتوقف تدفق طاقتك تماما حتى يسمح به عبيد الله تعالى الذين سيحكمون في إثيوبيا سوف يسقط الجليد غير المرئي الذي يصل وزنه إلى 50 كيلوغراما باستمرار في مجموعة مختارة لمحو المحكوم عليهم من على وجه الأرض عادة ما تسود جميع الأعاصير التي اعتدنا عليها أكثر من يوم واحد لكن الآن سوف يأتون لآخر ما لا يقل عن 49 يوما ولثانية مع قوة 49 مرات والطاقة والإبعاد أما من آسيا وغيرها ممن يؤمنون بالأصنام والتنانين مثل بوذا وكونفو وشيوس ستواجه الإجراءات العقابية الإضافية التالية كل الأصنام جميع التنانين جميع التماثيل أقاموا وركعوا واعبدوا لهم الغيبة وجاء من العدم البرية الحيوانات والنصف من الجسم يكون الجسم من الأصنام والتنين والتماثيل التي بنيت للعبادة ونصف الباقي من جسمهما سيكون له جسم الإنسان لن يقاوم أبدا من قبل أي قوة بشرية مكتسبة لا يمكنك الاختباء منهم
أينما كنت أو مختبئا أو محميا سيجدونك ويسحقون ويأكلون مثل الخبز الذي تأكله، سوف ينبغونك مثل العلكة. وهذا أمر يجب أن يتم على كل الجنس البشري ليس بخاتم لله تعالى. واختمه كما إنه مغلق من قبل ولدتنا العذراء مريم وحصرت هلان وصل إلى نهايتك النهائي أسف لقول ذلك. جميع الرسائل الثلاث السابقة التي صدرت قبل عامين سيتم تنفيذها بالكامل دون ترك كلمة واحدة. كل هذه الأوامر التي ستواجهك ستكون فضفاضة. بعد هذه الرسالة الخامسة اترك كوخ القمامة الخاص به، تذكر عندما تدخل أولى جهنمك لنهائي لا أحد يوقف كل هؤلاء. لله تعالى الذي أمر بالعمل ما لم يركب رجال، لله تعالى الخدم والعبيد الموثوق بهم من خلال لركوع للرب ولدهم وطلب رحمته، فلن يتم إيقاف العمل الشامل بأي وسيلة أو وسيلة. خمسة، كيف رأت المجالات الدينية في العالم تلك الرسائل الثلاث السابقة وماذا سيكون مصيرهم القادم؟ في المرحلة الثانية من العمل كما تعرف جميع شعوب هذه الأرض امتلكت العديد من المجالات الدينية كامل وجه الأرض. تقول جميع التشكيلات والمنظمات الدينية مذهبي صحيح وصحيح آذاء التزمتا بمذهبهم في كل عصورهم كدحوا لبناؤها وتخطيط لها في قلب وعقل جميع أجناس الأرض. لذكر الأديان السائدة الرئيسية في العالم يبلغ عددهم أكثر من مليار من الكاثوليك، ويبلغ عددهم أكثر من مليار من البروتستانت، ويبلغ عددهم أكثر من ملياري شخص من الصينيين، الفيتناميين، تايلاند، اليابان، بوريما، نيبال، بال الكوريون، الطاوية، شنتو، الكونفو وشيوسية، إلخ. يبلغ عددهم أكثر من مليار الحكايات الشعبية، دين الإسلام، ولباقي على عدد أقل من المليارات حيث غطت جميعهم جميع وجوه الأرض. ولكن من حيث الحقيقة والأيمان الحقيقي نصبت لنا لله سبحانه وتعالى مع الدم المسكوب له على الصليب، فقط إيمان حقيقي واحد، أو دين حقيقي، هذا هو دين توحد والأرثوذكسي. أبعد من ذا كل ما تبقى ببساطة مجالات شريرة، أو يمكن القول أن المجالات الشيطانية المزروعة الشيطانية قد لا يزالون يرون أنفسهم كدين حقيقي، ولكن في الواقع كل من تنحنح على طريق الكراهية الضائعة من خلال قبرهم الشديد لم يتووا أبدا. بدلا من ذلك لا يزال لديه مديري نفس زبحم فكسد بلبد القيام به لجعل كتاب الذنوب التي لا تزال سائدة بدا قبل 6 سنوات أخبر كل دين العالم كيف يبدو في وجهه بناء على آثامهم. مرر القرارات بشكل متكرر وانتظر جميع الأجناس البشرية للعودة من طريقهم المفقود إلى المسارك لما يسمى المجالات الدينية. أهملت الرسائل الوقف وفي طريقهم الضائع، لذلك جاءت هذه الرسالة لتؤيد جميع الرسائل السابقة. 1.23 مع قوة أكبر ليتم تنفيذها في جميع أنحاء العالم كله، كما تقول كلمة لله سبحانه وتعالى الرجل الذي انظر إليه هو رجل محبطا ومضطرب يعكس قلبك لهم. ولكن لتضحية بثور أو لقتل رجل أو ذبح خروف أو كسر عنق الكلب أو تقديم الحبوب أو تقديم دم الخنازير وحرق البخور كعلامة رمزية وعبادة الأيدول، كل هذه هي الممارسات المختارة لرجال الذين يستمتعون في حياتهم طقوس بغيضة. وانا ايضا سوف ممارسة تلك الوحشية الشعائر من لهم واسقاط عليها الاشياء ذاتها التي الرهب لنيل ماجيب احد لما تكلم ولم يسمع احد فعل وما هو الخطأ في عيني. واختار الممارسات للبلد يتروق اشعيا 66:24 هل إن ألها قريب فقط وليس بعيد يمكن إخفاء.
ألا رجل في أي مكان سراوئنا لره لا أملن الجنة ولا رهيذ هي كلمة لربه. رمي 23 واحد الكاثوليك ذا لدين هو المسيطر خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية والبعض في إفريقيا وآسيا. تم إنشاء ذا لدين في 431 هجري لمعرفة المزيد عن الكاثوليك يمكنك الحصول عليها وقراءتها من الرسائل السابقة 1-2-3 بسط عاليمها الخاطئة ضحت برجال كثيرين من الله تعالى وليوم تقوم أيضا بأكثر الأعمال غدرا لتدمير الرمز الوحيد المتبقي للأيمان والحقيقي البيانتي وهدو أنها مليئة بالفاعلين الشياطين العلماء اللواط الزنا الكذابين القتلة الخ كما نعرف جميعا واسمعنا في جميع الوسائط القادة الكاثوليك خاصة في البلدان التي يطلق عليها تطورا جيدا أصبحوا جميعا اللواط يهاجمون الأطفال الذين يحتمون داخل تجمعاتهم الأشرار العرى لم يشعروا أبدا بأنهم مخفيفين من جرائمهم وخطاياهم الذين شعرت جميع دول الأرض بالخجل منهم بدأوا يجادلون كما لو أنسدون هو الفعل لصحيح لذلك فإن الكثير من المثليين والمثليات هم أعضاء أساسيون في الكاثوليك على الرغم من أنها قيلت لها عن خطاياها لم تسمع قط تمارس الجميع الرسائل الثلاثة عليها ولكن من دون قيمة أهملت ذلك لذلك ترتيب العقوبة التالي في المرحلة الثانية من العمل سيأخذها الأوامر كل عضو من أعضاء الكاثوليك الذين لم يتووا حتى الآن واخسروا في الحصول على علامة وختم ألله تعالى وأمنن العذراء مريم سيقضون العقوبة التالية التي يتم طلبها من هذا الوقت فصاعدا ولناس العاديين من الكاثوليك وسيت معاقبة من الموت مع الأم مؤلمة والأم عشر وهو مكافأة لهم عندما يدخلون إلى لماء الوفاء قد يتمكنون من التوبة لأنقاذ أرواحهم وأولئك الذين هم تباع متحمسون لتعاليم غطاء المحرك الكاذبة سيواجهون عقاب كالمريض وطحا نيران عندما يخدمون عقوبة الموت سيأخذهم ببطء بعد توسلهم له مرارا وتكرارا بالنسبة لقادة جميع الكاثوليك فإن جميع الإجراءات التي ستعاقب العالم على المجرمين الإماميين ستسيء معاملتهم أيضا أنهم محرومون من الموت السريع وستتوسل إليهم الموت لراحة ولن يتم إعطاؤها ويحظر وقت للنوم حتى تمرمن جميع الوجوه على وجه الأرض التي أفسدتها فيها أكثر من 1000 سنة جميع العقوبات التي رأيتها حتى الآن كلها في المرحلة الأولى من العمل في المرحلة الثانية من العمل أنت من ستدفع أعلى الأسعار مقابل جرائمك الخطيرة التي ارتكبتها باسمون المسيحية لذلك فإن جميع عقوبات المرحلة الثانية كما أمرت لجميع الدول العظمى ستفرض عليك أيضا هذا الأمر والأمر قررهما لله تعالى وإن خادمه وأصدره وأوعنا عليه قراءة وفهم كلمات للرب من رسالة بطرس الثانية كل فصل واحد يتم اتخاذ جميع القرارات المذكورة أعلاه على أساس الكاثوليك والبروتستانت على أساس بطرس 2 الفصل واحد كلمة للرب البروتستانت ذا لدين هو الأكثر عدو المسيح الحقيقي غطاء الأيمان أنها انفصلت عن الكاثوليك التي يتضاعفت أنفسهم مثل لامبا أنهم أعداء من العذراء مريم وأيضا عدو جميع الملاك الملائمين حتى بعد هذه الأفعال والمعتقدات أنهم يجعلون المسيح تاجرا لرحمة تاركين الكلام الذي يثبت إنه لله ذا المتظاهرون الذين صنعهم لشيطان شيطانا ونصبهما للوقوف ضد الإيمان الحقيقي وكذلك
صنعهم إلى شيطان بحكم ماهرة اقتسبها من الله عز وجل والتي لم تؤخذ منه بسبب جرائمه وخطاياه، وبهذه المهارة لا يزال يجعل العالم كله يغرق في خطايا الخطايا، ويجعل جميع الأمم ترث الجحيم معه إلى الأبد. للإنسان عقل يمكن أن يفرق بين لا سيء ولا خير، لذلك اختار جميع البروتستانت في عصرنا لشر الشرير الذي يفعله كحلق كلههم، على الرغم من أنهم سمعوا أنفاس حكم لله القدير أنه مريض ويقفون ضد لربي ضد في أيرب مري. ومرة أخرى الملائكة الكرام من الواضح تماما أن منهما العالم ولا سيما الولايات المتحدة وغيرهم من أكثر المتابعين المتحمسين لهذا الإيمان. لكل هذه الجرائم البروتستانية وخطايا الخطايا يمكنك أن ترى لتفاصيل منى الرسائل لثلاث لسابقة هنا أسوف تعرف ماذا سيكون مصيرها في المرحلة الثانية من العمل التي ستأخذ العالم كله سيواجه البروتستانت لترتيب والأوامر التالية من الله عز وجل كنوحس ودموسى في المحل وهرون الذي كان كرسالة لربوء الأرض افتتح وابتلع تدوثان لا يغلق على لشركة منابرام اشتعلت لنيران من خلال شركتهم فمات الشرير مزمور 106 16 18. ليس لجميع البروتستانت مكان على وجه الأرض ليدفن كرجل يحترم موته، إن أعداء الحقيقة هؤلاء لن يكون لهم مكان في أي وجه من وجوه الأرض. الخيار الوحيد الذي يحصلون عليه هو لا تبخر مثل البخان أنا عبد وابن أمين العذراء تزوج أنان شراق واللتم ذلك لن نترك أبدا هؤلاء أعداء أميين حتى أدفنهم إحياء، لن يتبقى لهم أثر، بل يمحى من جميع أنحاء الأرض. هذه هي قرارات وأوامر لله عز وجل، وأن خادمه الموثوق به أصدره ووقع عليه للقيام به في أي مكان توجد فيه هذه الشياطين. الإسلام هذا لدين لشعبي جعل نفسه منتشرا في جميع أنحاء العالم. هذا الأيمان يجب أن يحس ببساطة حكاية لحصول على وصف مفصل. اقرأ الرسائل الثلاث السابقة كما نرى جميعا أن هذا الإيمان يأكل نفسه بقتل رفاقه في جميع أنحاء العالم. هذا الإيمان هو دائما علاج لنفسه أو سلبياته. ينصح تباع هذا الدين بالتوبة ومعرفة الإيمان الحقيقي وتودو واستعرض وخطايا جسيمة على ذلك فهي لا تزال تمارس، ولكن كما نحن جميعا حد ذاتها لهم أنهم لم تفعلوا ذلك وببلا من ذلك تدخل في مراحل جديدة من تدمير زملائهم. فبسبب طابعهم الوقح قرر لله تعالى وأمر بتنفيذ المرحلة الثانية من العقاب على جميع تباع الديانة الإسلامية. في هذه المرحلة الثانية من العمل يطلب من مجموعة لرب المعاقبة أن تمحوها من على وجه الأرض، وكل الأفعال التي يتم ترتيبها على جميع الأمم القوية كما أن جميع القوى المدمرة أمرت أن تكون بقوة 49 مرة أكثر مما كانت عليه في المرحلة الأولى من الإجراءات. لذلك أذا أظهر زلزال الأرض فسيتم ذلك بقوة تزيد عن 21 وستتضاعف بقية القوى المدمرة بقوة 49 مرة. وهذا ما قرره وأمر به لله سبحانه وتعالى وأصدره لجميع أمم الأرض خادمه الموثوق به ووقع عليه المعتقدات الطاوية والشنتوسية والكونفسية والبوذية والهندوسية وغيرها من الدول الآسيوية. لهذه الديانات متشابهة تقريبا وتؤمن بالأصنام والتنينات والحيوانات. يبلغ عدد هذه الدول الآسيوية ما يقرب من نصف سكان العالم طوال غطاء محرك لسيارة لنابض بالحياة. اغضب لله عز وجل وأنها لا تزال تلتزم نفس خطايا استبدال لله سبحانه وتعالى مع صنع الأنسان الأصنام والتنين
والحيوانات التماث يلوقد نصحهم بالتوبة من الوريث لضائع وخطايا الذنوب لكنهم لم يفعل ذلك أبدب لضاف إلى كل هذه الخطايا فهم يفعلون أيضا سدوم ولزنة وسرقة والقتل وأيضا هم مجرمون ليغراس غشاشون أقسى جشع وهم ثاني الولايات المتحدة الأمريكية لذلك تامر العقوبة التالية بأخذهم جميع قوى الأعاصير والبيسر حريكينسكترينل وتسونامي و الزلازل الأرضية والبراكين والفيضانات الغزيرة والانهيارات الأرضية والأمراض الغيب قاتل الفيروسات التي لا تقاوم والبكتيريا وسوف قضاء والمسح لك القوة وإبعاد 49 مرات أكبر مما كنت أعرف قبل كل الأمور المالية والأزمات والانهيار الاقتصادي والدمار الصناعي والنيران التي لا تقاوم والتي ستمحي كل شيء والجوع والمجاعة عندما يظهر أي شخص من هذه القوة المدمرة على أرواح على الأقل من السكان إذا ظهرت بشكل متكرر ماذا تتوقع من السكان المتبقين وصفت كل قوة لتدمير فوق سيكون لها قوات وقوى 49 مرة من تلك والتي تعرف من قبل يعني إنه لا يمكنك تحمله صنعت صنمة تنين تمثال حيواني للعبادة آلاف السنين مع كل هذه العصور أن تظهر له عز وجلال توب لا أحد يجرأ على فعل ذلك من أسلافك حتى الآن أنت نفس عباد لشيطان بأفعال عارية لذا بالإضافة إلى القوى المدمرة المذكورة أعلاه فأنا الوحوش البرية ذات نصف لشكل البشري ولها أجسادهم سيكون لها شخصية الأصنام والتنين والحيوانات التي تعبدها لماذا سيتم ذلك؟ لأنه يجب أن تعرف من هو خالق كل شيء وهؤلاء الوحوش البرية الذين حصلوا على صورة تمثال العبادة الخاص بكامر بتناول الطعام ومبغك أينما تختبئ أو بأي وسيلة تحاول الدفاع عنها لا يمكنك ذلك أنها تتجاوز القوة البشرية ولا يمكن مقاومتها بني وسيلة يتم ترتيب هذه الإجراءات التي يتعين القيام به لا سيما في البلدان اللتالية الصين والهند واليابان وتايلاند وفيتنام هونغ كونغ وتأيوان وبوما والنيبال ومنغوليا وكمبوديا والكوريتين وفلبينس سريلانكا والقزاق الأمريكية وعلى كل ما تبذلونه التشابه الذين يسكنون في إفريقيا أمريكا اللاتينية الجزر سيعاقبون جميعا بنفس الرمز الذي لم يسمع أبدا كلمات للورد العظيمان تنبأ ويقول هذه هي كلمات لربالها لا الأمونات وإلى أله مخجل سيف وسيف مسل وللذبح لم يعللت دمير وميب مثل البقرئيتك كاذبة تبشر بكذوبة وتزودك بها على أعناق الرجال الأشرار والأشرار الذين جاء مصيرهم في ساعة العقوبة المهاء يغليهم رأخ ساحكم عليك في المكان الذي ولدت فيه أرضك الأصلية أسكب غضبي عليك سوفي أخرج غضب الملتهب عليك وسأسلمك لرجال وحشيين ماهرين في الدمار يجب أن تصبح وقودا للنار يجب أن سفكن لدم الخاص بك داخل الأرض ويجب عليك أن لا تترك ذاكرة وراء حزقيال 21 28 واصل 32 أرتدوكس الشرقي أنت أيضا ستواجه نفس مصير الكاثوليك المتظاهرين الإسلام سيخدم كنت قد عرفت الحقيقة إذا لم تقف مثل تودو أرتدوكس وحصلت على علامة وختم لرب القدير فإن مصيرك سيكون مثل أولئك المدانين الرسائل السابقة 1.23 كانت تخبرك بمكان وقواك حتى الآن كأن يجب أن تتوب وتضع نفسك على الطريق الصحيح لكن الأهم لسبب الخطر غير الضروري إذا كنت لا تزال على الطريق المفقود آسف أن أقول أنك
تاء أو لئك الذين اتخذوا قرارات تصحيحهم سيلف وتابوا فيوت معين قاموا بعمل جيد الباقي لك سيكون مصيرك مع أولئك المداني لم تأتي هذه الرسالة لتخبرك أو تنصحك بالتوبة التي ماتت ولكن هذه المرة فقط لأعلمكم بالقرارات التي قام بها لله عز وجل أن المرحلة الأولى سيتم تصعيدنا لدعوة لدرجة الثانية من العقوبات هذا وسيتم تنفيذ الحق بعد هذه الرسالة تغادر عبده وعبد لله سبحانه وتعالى المنزلية ثم سيأتي كل شيء إلى الجحيم ستة في هذا الوقت التاريخي للحكم جميع قادة العالم السياسيين والدينيين والعسكريين والأمنيين وجميع أصحاب خط الحياة الاقتصادية الاحتكاريين والصناعيين وصانعي الملك وأصحاب الأسهم والخزانة وبدائلهم ما سيكون مصيرهم ضمن المرحلة الثانية القادمة من العمل في الأرض كوكبنا في جميع مناطق العالم ونحن لدينا ما يقرب من 200 دولة من جنسيات البديل والثقافات وأيضا البين مع كل دولة من الدول الفردية التي تقود مفاهيم بيروقراطية مليئة بالتكتيكات المعقدة لنظام الحكم الشيطاني تخضع جميع أمم الأرض للحكم العاري لقادة الأشرار الشريرة في عصر نروال دولغوي والحكومات تلف كذابون في سدوم الجشع وقاسية الذي منهوجين والمجرمين الغيب هذه كلها تعيش مثل سيد العالم في لار جنرال الكتريك أينما كانوا يعيشون يجلسون ويعملون على أعلى مستوى لأن هذه العالم الشيطاني وراءهم بالكامل تخضع جميع قطاعات السياسة والاقتصاد والمالية والصناعات العالمية وجميع البورصات وجميع سلاسل التدفقات المالية الآلية التحكم في جميع الأنظمة الحاكمة لأننا جميعا محكومون من قبل الحكومات الشيطانية المثبتة ما كان يجب أن نتوقع كلما كان ذلك أفضل من الأنظمة الشيطانية للحكم في جميع أنحاء العالم لا يوجد بلد ولا حتى دولة واحدة خالية من عبوي ما يسمى بالحكم الديمقراطي المنهج تم تصميم هذا النظام للذين لا يملكون محاربين معينين الأوليغاركيين الماليين الذين يقومون بتثبيت حالات استقبال الطلبات الخاصة بها من في جميع أنحاء العالم محاولة الخروج عن سيطرتهم تعني عدم الوجود الشيطان هو سيد كل أنظمة الحكم هذه لذا أينما تذهب تخضع جميع دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الكابحين لدوليين لشيطانيين كما تسمح مثالا لرؤية بلدية أسفل مستبدة دولة عنصرية من الحتومك ما نحن لأن لهم بزمويين زنحن عن طريق قوتهم لم يأتوا إلى السلطة أبدا ولكن من خلال التصميم المنتظم للدعم الأمريكي والأوروبي لماذا دعموهم؟ من الواضح أنهم وقفوا من أجل مصلحتهم حاول الأثيوبيون الكثير لرمي حكومة ويانا الطاغية لكنهم لم يتمكنوا من فعل ذلك لماذا لان خلف الستار كل الدعم يتدفق إلى هذا الحاكم المستبد من جميع دول العالم أنهم يبدون ديمقراطيين كما يقسمون دائما ولكن في الأفعال هم أقوياء لما يحتاجه الناس هنا في منطقتنا البلد الذي يحكم من قبل الأمم المتحدة شهدة المجرمين في عصرنا ولكن مع الحفاظ على دعم أسيادهم الشيطانيين ما زالوا يقفون على رأس الشعب الأثيوبي مول دولي يبدو نوبلستس ليبذر بعضها البعض في عين لناس لابرياء لكن الحقيقة ليست ذلك خلف الستارة هم واحد ويضحكون بأفعالهم في تناول الطعام على طاولة القهوة المجرمين ليس لديهم التزام أخلاقي وإيمان بالله تعالى وأن يخافوهن أنهم يؤمنون بالشيطان وباختياراتهم فقد شيطنهم وركبهم في جميع مجالات مواقع السيطرة الاستراتيجية للعالم كله
على الرغم من أننا نراهم يوميا في بدلات جيدة، إلى أنهم يمثلون تماما سيد الحكم المظلم، طريقة الشياطين للحكم في بلادنا. تم تصميم جميع أنظمة الحكم لجعل كل شعب إثيوبيا تحت حكم الشيطان. نرى اليوم ما يقرب من 10 ملايين شخص تحت الخدمة المبير بن زمويني المختال الشيطان. لقد فعلوا وما زالوا يقومون بكل الأعمال الشيطانية الشريرة كما يسمى المكتب الدولي لشيطان الرئيسي الأفعى أمرهم بذلك. تتم إعمال لشره ذه يغطيه قناع الديمقراطية. اليوم لزنا سدوم الصناعة الجنسية السرقة انتزاع ممتلكات شقيقهم عدم احترام المسنين الشهادة الكاذبة ننتكون ضد الله تعالى واقمع الناس التمييز العنصرية. كل هذه الأفعال الشريرة هي عقيدة حتوتنا. كانت أنظمة الحكم الشيطانية هذه تغطي العالم تلهتي قريبة وبما أن هذه الرسالة الخامسة جاءت لإنفاذ قرار الرسائل الثلاثة السابقة بأقصى قوى ستوضع جميع دول العالم في عقوبة الدرجة الثانية القادمة. المنفذ الوحيد المتبقي هو في أي وضع ستكون يجب عليك الركوع إلى عبيد الله القدير الذين سيحكمون في إثيوبيا. لذلك في جميع وجوه الأرض الذين يخدمون هذا العالم الشيطاني مع نظام حكم شيطاني وجميعكم مخلصون لحكام أيامنا جميع الرجال والنساء. تذكر كما تقول الرسائل السابقة سيت مسحك ما لم يكن لديك علامة وختم الزواجنا العظيم والعذراء الزواج معما يقرب من 7 سنوات الماضية كأن يجب أن تكون قد تمكنت من الحصول على علامة وختم لله تعالى ولكنك لا تستطيع. إذا كنت كذلك فستفقدك كل عقاب من الدرجة الثانية وسيجعلك مسؤولا أو مسؤولا عن جميع الجرائم الموصوفة في الرسائل الثلاث السابقة. فبيئة نظام التشغيل من أنت الذي قد ضحت وهان الإيمان الحقيقي تحضر ثبفر وأيضا لا تزال تفعل أبعد من هذه الأعمال الشريرة أولئك الذين لا يزالون يحاولون تدمير الإيمان البرثوكس تحدهم إعمال لتدمير المنهج لن يمر ولنار أبدا ليس فقط أنت ولكن أيضا الذين شاركوا أعمالك الشريرة من خطايا. الخطايا سيتم محوها وعائلاتك أيضا أذن هذه هي الأوامر ينس كل زعماء العالم ولصورة التيرفن الرجال والنساء في جميع المجالات من الأوامر والوظائف الإدارية سيتم وضعها فيالك الوطاحنة النار كما تقول الرسائل السابقة لم يخذك المتابدة الآذى توسلت لأوقات غير محدودة. 10 بيئة نظام التشغيل واحد منكم الذين سيحصلون على الموت سوف يكون بمثابة واحد حظا من الأصحاب لا ينام ولا يجلس ولا يريحه أبدا في العقل أو الجسد. على هذا النحو سوف تبكي مع ألم غير مرغوب فيه كل يوم وليلة حتى يعطي عباد الله تعالى أوامرهم المكتوبة وقع عليها واختم تباسم الله تعالى لراحتك لنهائية. جميع ممتلكاتك وكل ثروك التي جمعتها وكل ممتلكاتك ستؤكل بالنار جحيم لم يسبق رئيته. هل سوف نرى بالعين المجردة الخاص بك وستمحى عائلاتك بالنار تحت عينيك وسوف تراها بأعينك المجردة. لذلك ستمر من هذا العالم بمعاناة غير مرئية كل هذا يأمر به الله تعالى ويصبره عبيده وعباده. 7 وسائل الإعلام كما نعلم جميعا أن العدو الأكبر للناس والحقيقة هي الوسائط ووسائل الضغط في جميع دول العالم يبدو أنها تخدم الحقيقة لكنها ليست كلار إيج إمنا أفضل الأسلحة في هذا العالم الشيطاني أنهم يخدمون بشكل مباشر أو غير مباشر جميع الشياطين في العالم تثبيت الحكام الشيطانيين ونظام حكمهم.
هم عدو الحقيقة الأكثر قوسي على سبيل المثال، أرسلت جميع الرسائل 1، 2، 3، معتقدة أنهما سيخبرون الناس كما يقولون إنهم يخدمون ولكن في ديدي أسو دولة واحدة. مننا العالم بأسره المذكورة منه تحدث جميع أجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بها من يوميا عن الكوارث الطبيعية والأزمة السياسية والاجتماعية والأزمة والجهود التي يبذلها قادة العالم الذين يدفعون رواتبهم. كما قلت لك، لقد أرسلت جميع الرسائل الثلاث السابقة لقناة الجزيرة، الصحافة، CNN، BBC، مجلة تايم، إخبار الأسبوع، والعديد من المطابع والأوساط الأخرى بالتحرير. لم يذكر أحد من ذلك لكن ليلا ونهارا يقسمون أنهم يتحدثون ويقفون من أجل الحقيقة وتدفق المعلومات غير المتقطعة. لا يتحدثون فقط ولكن عن الديمقراطية، عن الحروب، عن الرعب، عن الانتشار الجنسي، عن الحوادث، عن إعمال قادة العالم وبناء شخصيتهم للطوائف وأخبار الأعمال مكاسب المواقف الأسهم. في طريقهم يشوهون ويقاتلون عدد قليل جدا من الرجال والنساء الذين وقفوا بإخلاص من أجل الحقيقة. جميع الوسائط هي أكثر أذرع لشيطان تنظيم أنها تفاقم سدوم ولزنة وأيضا كل يوم الهجوم ليلا ونهارا وتشويه سمعة والقوانين والأوامر من الميت الهبدل. من ذلك أنها أخبرنا عن أسيادهم ما يسمى قادة عصرنا لا سيما ممويهم والمحتكرين فائقة القوى وكذلك إتباعهم لرفاهية نيس، وأيضا يحولون بشكل منهجي كل نوع بشري من خالقه لله سبحانه وتعالى، ويتبع بشكل منهجي تكتيكات خداع الجماهير كلها بأفعالهم الجريئة. يتحدثون عن أن لله سبحانه وتعالى لا وجود له. إذا سمعت عن لله سبحانه وتعالى أو تقابل قوانين لله يعني أن تكون أم يأذ يتم تشويه سمعتهم وتطويبهم بغرض تشويه السمعة وتمييزها عن خالقهم. كما يعلم الجميع فإن وسائل الإعلام والمطابع اليوم هي كلاب قادة العالم والاحتكاريين والمنظمات الإجرامية الدولية بناء على جرائمهم الخفية وخطاياهم من الخطايا الموصوفة في الرسائل الثلاثة السابقة وتأتي لدرجة الثانية التالية من العقوبة على النحو التالي: الطلب علامة رقم س جميع العالم سائل الإعلام والمطابع وسيتم القضاء عليها من قبل جحيم النار الكاسح معاكل سيادهم وخدمة الرجال والنساء أينما كانوا في جميع وجوه الأرض. لن يتم ترك أي وسائط أو مكابس دون مساس بها. سيكافى الجميع على الموت عن طريق التسويل فقط. لأخذهم من نار لنار المغلية التي تغليهم النار التي ستأخذهم ستاكلهم من خلال وضعها في والغيب جحيم لنار المسهر. لهذه الإجراءات أمر بها لله تعالى وهنا أصادر عن عباده وعبيده. 8 تمكين المرأة كما يدل الاسم، فإن ذلك يعني جعل المرأة أبعد مما أتعرف القيام به. هذا يعني هم بالفعل لركائز لرئيسية الأسدوم ولزنة وصناعي الجنس كما نرى جميعا ونشهد أنهم يمارسون مثل هذه الأعمال القبيحة مع التستر على عمل لبل جميع النساء باستثناء عدد قليل جدا. هي فقط وقفت ضد قوانين لله سبحانه وتعالى أصبح وغير مؤمنين بل أفعال متجاهلون قوانين لله عز وجل يرتدون البنطلون كما يفعل الرجال كونك عاهرة لا تجعلها تخجل أبدا. فياسم بحقوق متساوية أصبح الآن قائد رأى المنزل وريث فوق أزواجهم في جميع الاقتصادات وغيرها من الأمورهم فوق زوجهم. هم قضاة قادة شركات معلمون في الكاثوليك
فيرى البروتستانت وأديان أخرى أنهم أساقفة يحاولون تدمير قوانين لله عز وجل الوصايا العشر وأوامر يسوع المسيح لستة. على كل النساء هن الأكثر شيطانا وخادم لشيطان ألاف القواع وذلك في الرسائل السابقة بلتسل بسكريب عليه المرأة هي الأكثر مكروهين في نظر أمنن العذرائم وشعرت بالغضب منهم يوم بعد يوم يصبون البنزين على غضبها وألهها سبحانه وتعالى لذلك هم يدمرون خلاص القوانين الحقيقية لله تعالى على أساس أفعالهم الجريئة التي لا هواد فيها وإنكار جميع النصائح المرسلة إليهم من خلال الرسائل السابقة وكذلك بسبب قلوبهم الحجرية يتم إصدار الأوامر والقرارات التالية وأمر بها لله عز وجل وأصدرها للجميع عبده ووقعت واختمت أيضا بعد ظهور هذه الرسالة الخامسة أعمال كنسهم من الدرجة الثانية للعقاب أي إن الجحيم غير المرئي سيبدأ في اتخاذ الإجراءات حتى الأوامر جميع علامات وأثار سدوم ولزن ولمثليات والمثلين وكذلك العاهرات وصناعي الجنس وجميع النساء الذين وقفوا ضد قوانين لله تعالى سيتم القضاء عليهم من جميع وجوه الأرض باستثناء أولئك الذين تمكنت من الحصول على علامة وختم لله سبحانه وتعالى وكذلك علامة ولدتنا واختمنا ستوضع في النار جحيم لم يسبق له مثيل بقي جميع النساء بشكل عام الذين فقدوا وغارق في جميع الذنوب الخطايا كما ندم أبدا سوف تفقد كل شيء في هذا العالم الممتد إلى حد كبير من قبل إرادتهم الذي أصبح في عملية إنيي إليزابيث إسرائيل ملك عقاب أنت وصفت من قبل لطبيب سوف تملك لاليزابي ثياب نالذا فإن جميع السيدات الأوائل في هذا العالم الشيطاني هم أيضا أبناءها وكونهما لذلك ورثتها لزابيث مصيرها لذلك بالتأكيد ستموت موت الكلب ولن تكون المرأة محصنة من فعل كل ذنوب لا ذنوب تذكر أي من الغضب على سدوم كما سمعت زوجة لا بعد أن انتابت بدأت طريق الانقاذ لقد فقد تحياتها مع الخزي والعار عندما حولت وجهها مرة أخرى إلى حيث أسقطتها كطريقة الموت على هذا النحو فقد الاليزابيثيون أيضا ويفقدون حياتهم عندما أداروا ظهورهم ذهنهم وروحهم إلى مصر ووقفوا ضد إلههم المخلص تعالى بأفعالهم من خطايا الخطايا التي أمر بها إله قدير ابتلاعهم لذا تذكر جميع النساء والرجال في حياتنا كنت اليوم داثان على صورة لأن داثان لم ينقذ أبدا أولئك الذين وثقوا به واتبعوه أنت أيضا لن تكون آمنا أبدا لذلك المقصد مشاركة الخاص بك وسوف تصبح هذه جحيم النار والتي سوف يتم نقلك على قيد الحياة إلى كروي المنصهر الحاد الجحيم الأرض باعتبارها داثان كونا حصلت لا أحد ينقذك وهذا أمر من الله عز وجل واصدره من عبده ووقع عليه وختم عليه تسعة عند من قصد مطحنة حريق ماذا تعني وعند من عني طاحونة الحريق الثانية ما الفرق بينني الاثنين في المرحلة الأولى نرى جميعا ما يحدث في كل وجوه الأرض التوارث الطبيعية والأزمة الاقتصادية الشاملة والأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية وما إلى ذلك في كل ما يحيط بنا نشهد يوميا الدمار والعذاب والمعاناة لجميع البشر ما رأيناه حتى الآن مصنف كأول مطحن حريق وعملية الطحن ما هي المرحلة الثانية من جحيم الحريق وما هو والفرق بين الاثنين المرحلة الثانية من العمل سيكون لها قوة وإبعاد وقوة وعمق 49 مرة أكبر من تلك الموجودة في المرحلة الأولى من العقوبة تم تنفيذ جميع الإجراءات وكذلك القيام على أساس الرسائل السابقة 1.23
لذلك ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من الإجراءات التي ستستخلصنني بقوة 49 مرة أكبر من تلك التي نلعبها بالفعل. تذكر إنه لا يمكن لأحد أن يقف ضد المرحلة الثانية من الأعمال. سيتم القضاء على جميع التكتيكات الخاصة بك والآليات الدفاعية من جميع الأنواع من جميع الوجوه على وجه الأرض، وسيتم أيضا تنفيذ إجراءات إضافية غير مرئية في جميع وجوه حياتك. 10 أوروبا في هذه القارة. نعلم أن هناك 28 دولة عضو في الاتحاد، ولكن هناك أيضا بعض الأعضاء الذين سيكونون في الوقت المناسب عضوا في الاتحاد يسمى الاتحاد الأوروبي، وهيكله العسكري يسمى الناتو. كما نعلم جميعا، هذه القارة هي القارة الأكثر صناعية من بين جميع القارات الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنني لا تطور بطريقة روحية حقيقية. هذه القارة معروفة بحشيتها في العصور الوسطى وكذلك الآن. كانت مركزا الأنشطة الشريرة التي لا تزال تفعل لشيء نفسه الآن. أقام لشيطان مكانه هناك قبل ذلك بوقت طويل. شيطن كل وجوه العالم تنبثق من هذه القارة، ولجميع الجرائم ونمت من جنين أوروبا. أوروبا مركز الإلحاد، وأوروبا هي مركز كل الأنشطة الجهنمية ومتابعة كل شيطنة طوال جميع الإعمار. من وسط هذه القارة جميع سدوم وكل لزنة وجميع المواقف ضد الوصايا العشر وأوامر المسيح الستة وجميع إعمال لشيطان المنبثق، وما زالت تنبع من هذه القارة الثانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يورود هو نسخة طبق الأصل من الولايات المتحدة الأمريكية. حملت وسائلها الولايات المتحدة الأمريكية بابل، ولدت كدولة من قبل يورود، خاصة من قبل المملكة المتحدة. لذا فإن جميع إعمال لتدمير والكارثة وكاسح النار سوف تتدفق على كل غطاء محركها لنبض بالحياة وكل ما نثبته وشيدته وامكثت عليه القرون وكل ثروتها، وكذلك لاضطرابات المادية سيتم تحويلها إلى سلة قمامة ورماد. أنها فخورت بتقنيتها ووثقتها التي حصلت عليها كجائزة من جزار الشيطان. سينهار كل هذا ويترك الباقي لله سبحانه وتعالى. كل عمليات التدمير والكوارث والانهيار التي حدثت سوف تتضاعف 49 مرة من القوة والإبعاد والأقوى. على سبيل المثال، من الآن فصاعدا إذا حدثت زلازل الأرض فستكون قوة 49 مرة من تلك التي اعتدنا عليها. إذا ضرب زلزال قوته 3.7 × 7 فسيكون 21 قوية. هل يمكنك النجاة؟ لا يمكن النجاة من حجم 10 حتى من كل التجارب السابقة. لذا ستواجه أوروبا لدمار التالي بامر من الله تعالى، ثم بعد ذلك ستعرف حجم جرائمها وخطايا خطاياها التي يجب دفعها الكل في كل ما يأمر به الله عز وجل. ستدمرك مجمع القوى الطبيعية بقوة 49 مرة قوة وإبعاد وقوة ما نعرفه من قبل. سوف تنهار جميع الوسائط والمطابع وأنظمة الاتصال الخاصة بك. أبدا أبقى لن يصل أي دعم أو مساعدة، لأن الجميع منهمك أيضا في مشاكله الخاصة تجف جميع مصادر الطاقة وتجف الزيوت الطبيعية والغاز الطبيعي. لا مزيد من حفر للنفط أو الغازات الطبيعية. جميع المنظمات والمنتجين ذات الصلة بالطاقة بلال دول حامل الإيرادات لتر النفط سيكون الجافة والأراضي القاحلة مع أي إنتاج للنفط أو الغازات. جميع القوى العسكرية المدمرة ستجتاح كالقدراتك العسكرية وأسلحتك المتطورة وسفنك الحربية وطائراتك الحربية وصواريخك مثل المحيطات عالية المعايرة مدمرة رعد. لن تنفجر أتوى من المخزون النووي والبيولوجي والكيميائي والمخزون النيوتروني على الآخرين ولكن على نفسك.
سيعاق بجميل عقادة السياسة والأديان بقوى مدمرة غير مرئية، كلهم صوفية مجعلهم وأعمدة الأجهزة للتوسل من أجل الموت، ولا ينامون ولا راحة، ولا صحة، ولا يأكلون ويشربون كما تشاء، ولا توجد مخابئ، وكل الآلام سوف تسود عليك. إذن، أوروبا، التي قتلت الكثيرين، وعذبت، وشوت، وسجنت، جعلت من النوع البشري لعبة وحوش، وهي غارقة بدماء رجال الله تعالى من خلال القيام بذلك وجعل جميع الأجناس البشرية ألا الفقر الغيب أنها يجب أن يدفع الثمن والتي كانت تستحق لدفع. لذا فإن جميع العقوبات من الدرجة الثانية ستأخذها وتعاقبها بالحد الأقصى من الطول أمرهم بالعمل فيبخاصة المراكز العصبية لدول الأوروبية المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا واليونان وهولندا وبلجيكا لن تواجه أي تدمير. كل لزنة سدوم القتلة المجرمين مصاص لدماء الفقراء قاسية ألخ متجاذر ونبع عمق في أوروبا، لذلك ستكون العقوبة قاسية وغير مرئية في تاريخ البشرية في ارتكاب خطايا. خطايا وأوروبا هي ثاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنها لشيخ ولد دفع الحد الأقصى لسعر، ونتيجة لهذا الحقائق، ويجب على جميع أشكال العقوبات يحتوي لها. فيما يتعلق بالأزمة المالية، غير المرئية، وأزمة الديون، وركود الشديد غير المرئي، وتضخم، والأزمة الصناعية، وأزمة البنوك وتأمين، وأزمة النقل، وأزمة الطاقة، سيتم تعزيز جميع أنواع الأزمات بقوة 49 مرة نعرفها من قبل، كما سيتم تصعيد الأزمة الاجتماعية السابقة إلى قوة 49 مرة اعتدت عليها من قبل. بشكل عام، ستدفع أوروبا لثمن الذي لم يسبق له مثيل بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق مصير جميع القوى العظمى الموصوفة في العنوان رقم 5 على أوروبا 11 أمريكا الشمالية. هذه القارة معروفة لنا في الغالب بسبب وجود الولايات المتحدة الأمريكية بها اسم آخر معروف بابل. داخل هذه القارة مثل كندا ومكسيكو ونيكاراغوا وغواتيمالا، وكذلك توجد دول أخرى أصغر، لكن شغلنا الرئيسية في الرسالة الخامسة هو أن نذكرها أو أن نعلمها جميعا عن المرحلة الثانية من إجراءات العقاب. كما نعلم جميعا لأكثر شهرة في العالم وخادم الشيطان هو الولايات المتحدة الأمريكية هي البغضاء والأكثر إثما في عصرنا، لم تقارن في ارتكاب جميع أنواع الجرائم وخطايا الخطايا التي حرمها لله عز وجل. في هذه الرسالة الخامسة لن أذكر جميع جرائمها وخطاياها من الخطايا، ولكن ببساطة يمكننا القول إنه لم يكن لديها مقارنة في تاريخ البشرية كلها من خلال ارتكاب خطايا غير مرئية من الخطايا تولد وتوزع وتوجه وتصمم كل أنواع الجرائم وخطايا الخطايا أنشى جزار الشيطان الرئيسية مكتبه الرئيسية في هذه القارة. لا تزال جميع دول العالم تستورد كل أنواع الكراهية من الله سبحانه وتعالى وتحظر الجرائم والخطايا من الولايات المتحدة بابل شيطنة كل أمم الأرض تتم بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وأوروبا والصين والروية. كما شهدنا من التقويم الأثيوبي عام 1998، وكما تقول الرسائل السابقة، فإن عقاب الله تعالى قد تمرسمه من الولايات المتحدة الآثمة الرئيسية، على الرغم من أن الرسائل وصلت في أيديهم في الوقت المحدد، إلى أنهم لم يقبلوا الرسائل أبداً أقوال، بل أنحنوا لقتال كل ما شاء لله وقراراته بسب خطاياها التي لا مثيل لها. الآن بهذه الرسالة الخامسة، يتم طلب لدرجة الثانية من العقوبة.
جميع الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والزلازل الأرضية والأعاصير ونار البرية والوحوش البرية والثلوج والجليد والكاترينا والتسونامي والأعاصير والبركان وجميع الكوارث الطبيعية الأخرى غير المتوقعة تأتي بقوة 49 مرة، قوة أكبر مما نعرف من قبل. على سبيل المثال، إذا حدثت زلازل أرضية بقياس 3 وضربتها بحد أدنى 7 ستصبح 21. هل يمكنك الوقوف مقابل هذا الحجم المرقم؟ سوف تنهار جميع اقتصاداتك مثل لطين وتضخم وركود والعجز وديون، وسوف تتضرر بقوة أكبر 49 مرة مما نراه الآن. سوف ينهار كل تأمينك ومصارفك لظروف غير قابلة للاستمرار، وسترتفع أرشاد البطالة على ركبتك، وستنهار جميع الواردات السابقة تماما، وسيجف كل ما لديك من نفط وغازات طبيعية، وستجف جميع تلك الدول التي تصدر الزيوت والغازات الطبيعية بالنسبة لك وبالأخص للصين واليابان، ستجف آبارهما، وكل نظام النقل الخاص بك سيعمل على تدميرها، وسيتم تدمير جميع القوى العسكرية الخاصة بك، وسوف تأكل هذه الأسطول التي بنيت للحرب منقبل المحيطات، سيتم تدمير جميع أكوام مخزونك من المواد النووية والبيولوجية والكيميائية والنيوترونية عن طريق البرق الذي يسيطر على قوة أكبر 49 مرة من البرق والرعد وموجات المحيط المعروفة سابقا، وسوف يغسل أساطيل الحرب الخاصة بك، وسيتم تدمير جميع طائراتك الحربية أيضا. لمشاكلك الاجتماعية ستؤدي إلى الاضطرابات، إلى حد التدمير الكامل، كل فاسيليتيوفات والصناعات والمختبرات والحواسيب والأقمار الصناعية تقن، كل ما تبذلونه من شركة معروفة، جميع خطوط الإنتاج، الليتر من المنتجات الزراعية الخاصة بك، سيتم تدمير ظروف غير قابل لاسترداد، سترتفع جميع المشاكل الصحية لشاء لظروف من الضيب الارتفاع، وجميع أنواع سوف تبتلعك الأمراض التي لأترى من قبل السلطات، وسوف يظهر الجوع والمجاعة في قارتك، سوف تستهلك كل أنواع التخريب غير المدخل، حتى تجث على ركبتك وتعطي يديك العبيد لله القدير الذين سيحكمون في إثيوبيا. كل هذا سوف يصب عليك وإضافات جميع العقوبات المنظمة على زملائك في القوة الخارقة، ستأخذك أيضا بقوة 49 مرة، ستنهار جميع آلات الدعاية والمطابع ومحطات الأقمار الصناعية ولن يتم إصلاحها مطلقا. بسبب الكوارث الطبيعية، سوف تخسر مع الإجراءات واحد من العقاب، وثلث السكان الخاص بك، المجهولة الحيوانات البرية الغيب، سوف يأكل لك من خلال اتخاذ لكم من أينما كنت تخفيه، والجليد والتي سوف يصل وزنه إلى 50 كيلوغراما تفشل في المناطق التي اخترتها، جميع قادة السياسة والأديان الذين يخدمون نظام الشياطين للحكم، لن يتم وضعهم في نوم ولا استراحة، ولا يأكلون ولا يموتون، ولا توجد حلول لصدمة ببساطة لقول يعاني يبكون ويكون عرجاء وبكماء. كل هذه الأشياء وغيرها من التدمير غير المحدد سوف تستهلكك، حتى تجث على عبيد عباد لله تعالى، سيعاقب كل مواطن من مواطنيك بالنيران ما لم يكن لديه أو لديها علامة وختم لله القدير وأمننا العذراء تزوج، وأن يكون أيضا آبنا حقيقيا لتودرثيدوكس، سوف يؤكل على قيد الحياة من قبل العديد من إيدي معاقبة لله سبحانه وتعالى، كما
جاء في سفر إلى رؤيا 18 في الكتاب المقدس الموصوف مصيرك في هذا الفصل وانخطوم هناك ليس أقل في هذه الرسالة سيتم عمل المزيد عليك. تذكر كل أقوال الرسائل عندما تدخل في جحيم الحريق. لما تبذلونه من دوائر الاستخبارات والقادة والزعماء الدينيين مع الرجال خدمتهم سيكون وضع في المعاناة غير المرئية. على سبيل المثال لن تنام جميعا أبدا وتناول من تشاء ولا راحة ولا سرير. سيكون موقدا نارا في أي مكان للاختباء ليلا ونهارا. جميع القوى المدمرة أمرت بجعلك أينما ذهبت كما سيتم تنفيذ هذه العقوبات في جميع دول أوروبا وآسيا وأفريقيا أو أستراليا أو أمريكا الجنوبية وشرق الأوسط وأمريكا الشمالية ودول الأسكندنافية. 12 آسيا تم العثور على هذه القارة امتدت إلى حد كبير في الأجزاء الشرقية من العالم. في آسيا نحصل على ما اسمي نوكليريز بينون وضعتا الدول مثل السين والرويا والهند وجئبان وبأكستان ولدول غير النوية مثل بنغلاديش وإندونيسيا وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ولاوس هونغ كونغ وتأيوان ودول القازاق أرمينيا أذربيجان إلخ. كل هذه الدول لا يعرفون وكذلك لا تقبل لدين ألحك وتودول برفوكسب بس تفند الدول الصغيرة مثل أرمينيا وبعض عدد الروسية الأرثوذكسية التي في الأفعال تتآكل بسبب عقيدة الكاثوليك هم بعضنا الذين يقيمون هناك. كل البقية هم البوذيون والطاويون والهندوسية وشينتوا والمسلمون والكونف وشيوسيون والعديد من الأديان الأخرى في هذه القارة. نصف سكان العالم يعيشون هنا في أسيا. ما هو مدهش إن كل هذا العدد من السكان مؤمنون بالتنانين والتماثيل والحيوانات والبشر مثل المخلوقات التي قاموا بصنعها أمن الأحجار لقد مارسوا هذه العبادة الشيطانية لعدة آلاف من السنين. لجعل هؤلاء الأشخاص على المسار الصحيح لن يحدث حتى الآن لأنهما أغلقوا قلوبهم بالفعل. لذلك بأي طريقة لا إكبلون الكسمن الككبل بنتودو كمر بني حتى الآن تخضع جميع عقوبات البرجة الأولى في ظروف قاسية ولكن هذا لم يجعلهم ينحني أو ينحني لإيمان الحقيقي حتى ثاني درجة. هو أمير ري من العقاب لا يأكلوها حتى يركعوا لله عز وجل. أم هذه القارات هي أيضا زنا سدوم وهي ترتكب جميع الجرائم والخطايا التي حرمها لله تعالى. يفعلون كل الخطايا بدون خوف من الهلذلك بسبب كل جرائمهم التي يقومون بها دائما كعمل صحيح. يجب أن يعرف الحقيقة بالقوة وبناء على كل هذه الحقائق فإن العقوبة التالية من الدرجة الثانية أمر بها لله عز وجل. الطلب علامة رقم س التوارث الطبيعية جميع أنواع العواصف والفيضانات والعصير وزوابع والبصير كترنس الزلازل الأرضية وحرائق الغابات وبركان والحرارة والثلوج والجليد والحيوانات البرية تسونامي وجميع الأطراف الأخرى التي البشرية نوع لم يسمع منهم قبل أن تفني كل هذه أمم القارة وممتلكاتهم وتوجي الثروة بقوة 49 مرة قوة التدمير المتعددة. سيسقط الجليد على مجموعة مختارة يصل وزنها إلى 50 كيلوغراما. سيكون للوحوش البرية نصف تكوينات بشرية ونصف الحيوانات البرية لا مفر منه. كل الكوارث المذكورة أعلاه سوف تمحو جميع الدول الآسيوية باستثناء أولئك الذين تمكنوا من الحصول على علامة ختم لله عز وجل ليرة لبنانية هذه الكوارث الطبيعية. وإذا حدث سوف تتخذ مع عمل واحد ثلث السكان إلى جحيم غير معروف. الأزمة السياسية سوف تنهار جميع
الأنظمة السياسية وتقلل ديمقراطيتك تشيطا كل المجتمع ستنخفض أيضا وستجعل سياستك العنصرية عنصريا من نظام حكمك يدفكك في جميع البلدان ستفقد الأرض تماما وستتلاشى اهتماماتك أيضا سيتم تدمير جميع أكوام مخزونك العسكري مع هؤلاء الأفراد وسيتم غسل جميع أدواتك العسكرية مثل السفن الحربية الأسطول من الأساطيل للمواجهة لأغراض الحرب عن طريق موجات المحيط والعواصف والبرق والرعد والتي سيتم معايرتها مع قوة عالية لتخلص من كل قوتك العسكرية ستحسب الأزمة النووية اليابانية على أنها ليست خطيرة كما سيرى حيث أن المستقبل سيكون أبعد بكثير من الخيال أزمة الطاقة جميع سيتم دمرت المنشآت إنتاج الطاقة الخاصة بك تماما عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي سوف تجف وجميع أولئك الذين تصدر النفط والغاز الطبيعي سوف تفقد كل ما بنيت حفر الآبار وأنها أيضا سوف تجف وتذكر جميع العقوبات فيلا لا تتوقف أو تحفظ حتى يطلب عباد الله تعالى من ربهم أن يرحموا ويكتبوا برسائل مكتوبة أن تسيتم التعامل مع جميع دول العالم بنفس الطريقة عندما تركع وتسلم يديك إلى خادم الله القدير الذي سيحكم في إثيوبيا ستنهار جميع أنظمة الكمبيوتر الخاصة بك وستسود الفوضى وستختفي جميع الأقمار الصناعية الخاصة بك للاب وستلاشى أيضا جميع الأنظمة المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر سيتم إيقاف جميع الصناعات الخاصة بك لا يمكن لأحد أن يحافظ عليها أو يديرها للعمل إلا إذا ركعت للأوامر التي أعطاها لك عبيد لرب لزعماءك السياسيين والاجتماعيين والدينيين مع رجال خدمتهم وجميع مجتمعاتك الاستخبارية سوف يتعرضون لمعاناة شديدة مثل عدم النوم ولا راحة ولا وقت نوم ولا يأكل ما يحلوك عندما تأكله سيتحول إلى سموم كل واحد منكم سوف لتسول للحصول على الموت لكنه سوى فلا يؤخذك ببساطة لمجرد أن تجعلك تذكر ما يعني لله سبحانه وتعالى وما الجرائم والخطايا الخطايا أن ترتكبت بعد معاناة شديدة ستموت ضحكت على الجوع ولمجاعة سوف يسود عليك بقوة غير مرئية ستختفي جميع أكوام المخزون الخاصة بك لوقة الطوارئ لحصول على راحة لمدة ساعة واحدة فيغضون يوم واحد يجب عليك الإعلان عن جميع الرسائل السابقة وأيضا هذه الرسالة الخامسة في كل الوسائط والمطابع أزمة اجتماعية كل مجتمعك مليء بالمظالم والكراهية لجميع المحافظين القادة السياسيين المحتكرين الشركات جميع المسؤولين الأمنيين والعسكريين بسبب المشاكل الحية الحادة لن يحترم أحد القانون والنظام بل ينحني لتدمير جميع الأوامر بنيته لقرون لذلك سوف تسود الانتفاضة القاتلة في جميع أنحاء العالم ولا أحد سيوقفها أو يوقفها سوف محاولة لاحتواء الشعوب أبرسبذي ولكن أبدا من أي وقت مضى يمكنك حدث هذا الموقع في جميع أنحاء العالم أيا كان سوف تدفكك المواصلات والاتصالات بشكل كامل لازمة الاقتصادية سوف تنهار جميع أنظمتك الاقتصادية الأزمة المالية وتضخم وإعادة التنازل والعجز وأزمة الديون وتأمين وأزمة البنوك وأزمة البورصة وأزمة الاستيراد وتصدير وسترتفع البطالة إلى إرقام غير مرئية وستفشل جميع النظم الصحية وستسود الفيروسات الحادة غير المرئية الحادة وستتخلص من جميع البشر الذين ليسوا على قائمة الرحمة سيكونون المستهدفين
الأمراض التي لا يمكن مقاومتها ستغطي جميع الدول المدانة بشكل عام. كل القوى المدمرة ميرون سوف تظهر مع قوة من 49 مرات من أننا نعرف مسبقا من قبل. لذلك ستبدأ جميع الإجراءات المطلوبة أعلاه بمجرد ظهور هذه الرسالة. 13 أمريكا الجنوبية. تقع هذه القارات في جنوب شمال أمريكا. تضم هذه القارات العديد من الدول مثل البرازيل والأرجنتين وبيرو وفنزويلا وكولومبيا وشيلي والإكوادور وأوروغواي وباراغواي وغيرها. في هذه المنطقة نرى جميعا ما يتم دائما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. ولا سيما أن هذه المنطقة معروفة جيدا بلزنة وسدوم وصناعة الجنس وإنتاج الهيروين والجرائم ذات الأصلة. والباقي هم نسخة طبق الأصل من أمريكا الشمالية. لذلك في هذه القارة أمرني لله تعالى بالعقاب التالي كما رأت العقوبة الأولى. هذه المرة ستواجه لدرجة الثانية من العقوبة كما تواجه الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وقد تم قياسها بنفس قياس القارات الثلاث المذكورة أعلاه. لذا فإن عقابها سيكون هو نفسه مثلا القارات الثلاث ستبدأ جميع العقوبات من الدرجة الثانية عندما تبدأ القارات الأخرى المعاقبة. 14 إفريقيا. هذه القارة معروفة بكتورها وجميع الأوروبيين استعمروها وأخذوا كل مواردها بالقوة، ولا تزال هذه الإجراءات مستمرة حتى الآن بطريقة غير مباشرة. على الرغم من كونك فقيرا لا ينقذ من العدالة، فماذا سيحدث في هذه المنطقة؟ هذه القارة سوف يتم تحجيمها أيضا، حيث يتم تطوير أسيادهم لأنهم يفعلون نفس الذنوب من خطايا ما يسمى الأوروبيين والولايات المتحدة الأمريكية أو أسيادهم في إفريقيا. تمارس في إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضا في إفريقيا مثل النلزنة والعنصرية والصناعة الجنسية والقتل والعصابات والحروب العرقية والاغتصاب والقتل المفشي. في حالة إثيوبيا يجب أن يكون لديك ألا الرجوع إلى لطبعة لامهريا، وستواجه بقية الدول عقوبة لدرجة الثانية من العقوبات مثل الولايات المتحدة وأوروبا. 15 الدول الاسكندنافية تضم هذه المنطقة السويد والنرويج وفنلندا وغرينلاند وأيسلندا وجزر أخرى. نفس الذنوب ترتكب في هذه المنطقة، لذلك ستتم معاقبتهم من الدرجة الثانية من العقاب كما تتحملن الولايات المتحدة والأوروبيون. 15 على الشرق الأوسط. تضم هذه المنطقة الدول العربية السبع والأردن وسوريا والعراق وإيران واليمن ولبنان وإسرائيل وغيرها. سوف تحصل هذه المنطقة على نفس العقوبات من الدرجة الثانية مثل الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. سوف تخدم بما أنها نسخة طبق الأصل من القوى العظمى في العالم، وتتطلع إلى أن تكون هي نفسها أسيادها. لذلك سيتم تحويل هذه المنطقة لسلة غبار في يكومة من الرمال، ولباقي لن يبقى على ترابهم. وكما تقول الرسائل الثلاثة السابقة، فقد وصفت جميع مصائرهم، سيتم القيام به، مع عدم وجود شيء تم التراجع عنه. 16 أستراليا. يتم تمثيل هذه القارة بشكل رئيسي من قبل أستراليا نفسها، كما توجد بعض الجزر حولها. كما قيل في الرسائل السابقة، أستراليا هي واحدة من أكثر الولايات شيطانية بجانب الولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي كما رأت اليد العقابية الأولى لله سبحانه وتعالى، فإنها لم تنحني أو تتوب أو تخاف من يد الرب بسبب ضحكتها المرحلة الثانية. أمرت بالعقاب لها كما حصل زملائها.
الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، لذا فإن كل نيران لنار وتواحين لنار تطحنها بقوة وعمق 49 مرة، وقد اعتادت بالفعل على جميع أنواع التوارث ولباقي ما يحدث. للولايات المتحدة وأوروبا وأسيا سيحدث بشكل خارجي في أستراليا، لذلك إذا كنتم من أوسترا كنتم تعرفون وتركعون لا يده لا ثقيلة. أولا، يجب أن تعلن أو تعلن في جميع وسائلك وتضغط على جميع الرسائل الثلاث السابقة وهذه الرسالة الخامسة أيضا، قبل أن تظهر وتركع إلى عباد الله تعالى وتواجه عدالة عادلة في إثيوبيا. 17 لدينا سفينة الإيمان نوحين لسفينة جميع رجال ونساء لله تعالى الذين تمكنوا من الحصول على علامة وختم لله تعالى، وستستقر من العذراء مريم تستريح في سفينة نوح القادمة. سفينة نوح تعني بك، مخصصة نعتقد، وهذا يعني من القلب والعقل وروح من الله سبحانه وتعالى والحقيقية الكنيسة التي بناها ربنا الذي حوثو دول برفوكسد بإن تكون على هذا النحو وثقة الجديرة بأن تنصح من قبل الرسائل السابقة. إذا كنت قد تاب التأكد من أنك في يد أمنة موجودة في أمنة العذراء مريم، إن تكون مهذبا ولطيفا ولائقا ولديك قلبا مكسورا، إذا تمكنت من الحصول على هذه الأشياء فستكون مستقرا في سفينة نوح، كما هو موضح أعلاه كونه خادما موثوقا به وابن لله تعالى. يجب أن تفعل وتعيش إرادة وصايا لله العظيم، وإذا أنجزت كل هذا بتك الذي هو الإيمان الحقيقي الخاص بثودو سوف يكون الإيمان سفينة نوح الخاص بك حتى يتم إغلاق منزلك أو مسكنك الذي تعيش فيه وتوقع عليه أمنا فيرجنا ماري، وستكون عائلاتك وأحباؤك بأمان تحت ظهرك، لذلك أنت منتصر. تلك الشياطين قد تضحك أو تضحك لا تهتم، أيامهم معدودة وانتهت. أيضا تذكر عندما لا يكون لا ذعر الجحيم لا ذعر، سوف يأخذ نصيبها الجحيم الموت وجميع القوى المدمرة. أمير فضفاض قد تسمع الكثير من الصراخ والبكاء والعذاب ولمعان عند ما يلوح الموت فوق رؤوسهم، تذكر هذه النصيحة المذكورة أعلاه. أغلق بابك وشكر لؤلهك القدير المعتمد كما فعل موسى، لا تزعج نفسك بشأن المدانين لأنه لا أحد ينقذهم، أفعالهم هي التي تبعتهم. 18 ما هي العقوبة على الجريمة التي يرتكبها لرجل بحق ربهما وراء كل ذنوب لا ذنوب التي ارتكبتها وارتكبتها؟ كل الرسائل أبلغتك بل عقوبات ولك من خلال تجاوز الخط الأحمر. ارتكب الكثير من المجرمين خطايا لا ترحم ضد رجال الله عز وجل، قاموا بقتل وسجن وتعذيب ومطاردة ومصادرة ممتلكاتهم وإفقارهم مع عائلاتهم حتى لا يراعق بهم من قبل، وليس أن يقال على الإطلاق. 19 المربة لعباد الله عز وجل جميع رجال الرب يجب أن تكونوا صبرا لطيفا متحفظا محترما محدودا في الرد مهذبا ورمزا في جميع اعمال الاشياء الصحيحه، لان الجحيم القادم شديد للغايه. في اعمال التدمير الشامله قد تصاب بالذهول عندما ياتي الجحيم لاطلاع المدانين، لكل شيء تفعله يجب أن تفعل ذلك بطريقة مسؤولة. يجب أن تعرف أنك رمز الحب والطيبة، لذا في أزمة الوقت يجب عليك أن تفعل كل ما تستطيع القيام به بقدر ما أنت على مقربة من المساعدة الطارئة للازمة. 20 العقوبة على الجريمة المرتكبة ضد توزيع جميع الرسائل. كل الجرائم المرتكبة ضد توزيع الرسائل السابقة وهذه الخامسة ستعاقب بإيد الله سبحانه وتعالى، والذي أو ارتكب الجرائم في منع توزيع تلك الرسائل يجب أن يعرف إنه وقف أو منع خلاص أي واحد من الأرواح الخاطئة، لذلك ستعاقب بلا رحمة على الإطلاق.
على الرغم من أنك قمت بحظر الرسائل للوصول إلى كل من يهتم به، هذا يعني أنك دفعته حتى الموت لأنك قاومته من التوبة، لذلك لا يوجد مقياس لعقابك. 21. ماذا تعني ألف سنة في البداية؟ جميعكم من الكاثوليك والبروتستانت والمسلمين والبوذيين وهندوستان وما إلى ذلك ليس لديكم أي أدرك المعنى ألف عام، ولا يحق لكم الحصول على نعمة العيش أو الوصول إلى الألف سنة الموعودة الذي سيظهر بعد رحيلك عن هذا العالم إلى حيث تنتمي. مساعدك لذلك إذا كنت مهتما ببساطة بمعرفة أني أحيلك إلى الرسالة الخامسة باللغة الأمهرية، وأيضا أنصحك قبل قراءة الرسالة الخامسة من الطبعة الأمهرية، اقرأ الكتاب المقدس من الوحي الفصل 20-22 ملخص. تذكر جميع الرسائل السابقة وأقرأها مرارا وتكرارا أو استوعب كلمة أقالوه لك عن مصائرك. تذكرت لهذه العقوبات التي تمت طوال دورة حياتك، تلك العقوبات ودمار ما حدث لك يعتمد على الأوامر التي تم نقلها إليك من خلال الرسائل السابقة. عن ما تمر من العقوبة الأولى إلى العقوبة الثانية القادمة، تذكر كل تلك الجرائم لا تزال تلاحقها، تذكرك الخطاياك التي لا تزال ترتكبها بتجاهل مشاورة لله تعالى. هل تواجه خالق هذا لتعليم إلي أمير البلدين الشهده ولثاني آخرين العالم كله بأننا لا يمكن رؤيتها؟ لذلك تذكر إنه هو. تذكر جميع جرائمك غير المرئية وخطايا الخطايا التي ارتكبتها وما زلت ترتكبها على المعوزين والفقراء في هذا العالم. هؤلاء الفقراء المعوزين في كل عصورهم انتزعت حصتهم اليومية وامتصت دماؤهم وسحقت منازلهم، وتصف نفسك بالقائد وأخذ المجتمع، ولكن في الواقع لم تكن أخذ رعايتهم. بدلا ذاؤوا هي من مصاصة دماء قمت بتعذيبهم واقتلهم واسجنهم ورميهم في الجوع والمجاعة، لكن وأو أنت ووكلاؤك تقوم بتجميع كل الثروة وإخفائك لممتلكاتك المسروقة من الدول التي استغلتها. تذكر كل الأشياء التي قمت ببنائها لارتكاب جميع أشكال خطايا الخطايا. تذكر كل ذنوك الخطايا غير المرئية عندما تكون في منتصف الطريق إلى آخر مصير لك بحق الجحيم. تذكر جميع جرائمك وعدم احترامك الذي ارتكبته على أمك وأبيك وكذلك على شيوك عن طريق الوراثة من أسلافك الأجراميين. تذكر كل ما قمت ببنائه وتعبه من أجل تدمير الأنواع البشرية ولا تزال تفعل ذلك إلى أقصى حد. تذكر كل أولئك الذين بكوا على مر العصور وبكوا ودفعوا وأجانب حتى الموت النهائي. هل تفعل ذلك؟ سياستك القاسية، حكمك الشرير، نظام قمع شيطاني. تذكر الدم الذي سفكته وامتصته من هؤلاء الأبرياء والحق الأذى بها من وكذلك البائسون من خلال غطاء القانون والنظام، وأنت تكافح من أجل المال والثروة والسلطة والجشع والإنانية غير المحدودة. تذكر جميع الجرائم التي غطت جميع وجوه الأرض، وجرائم كثيرة موجهة ضدك القيم الإنسانية. تذكر جميع الجرائم التي قمت بها وكانت لا تزال تقوم به الإثيوبي من الأرثوذكسي وكذلك على الشعب الأثيوبي بشكل مباشر أو غير مباشر. عند ما تبيدك كل قوى لله القادرة على التدمير، تذكر جميع الرسائل السابقة وهذه الرسائل الخامسة الصادرة عن إهمال مزبل أو لنفس بات الرجل وعبده وعبد الله سبحانه وتعالى. أخيرا كل تلك القوى العظمى أو الخدم الموثوق بها من الشيطان وجميع رفاقك البلدان الصغيرة في المأليم وسط 200 دولة في العالم لمدة 7 سنوات تقريبا تم قياسك واختباره إلى أي
مدى ذهبت لتدمير هذا العالم، نصح بها آل شيطان وجيشه المظلم، ولكن الآن جئت إلى زميلك النهائي شيطان كسي ذهب إلى الجحيم، لا ألف سنة، سيتم ذلك، هو بالفعل قد قرره واختمه لله عز وجل، لذا تذكر هذه الرسالة. لجميع إعداد الرسالة أعطي ألا شكر على ولدي لله سبحانه وتعالى والأمي العذراء إلى زواج ولكل عالية تكريم الملائكة مناله عز وجل يثق بها العبد والعبد إشارة تاريخ.